الكونيكسيون ضعيف بزاف، خاص نديرو له الرقية. شكون اللي عنده الكونيكسيون ناقصة بزاف؟ انا عندي الواي فاي ضعيف بزاف. اوكي، شتيها تتقى غادير دعاء الواي فاي، دعاء الواي فاي، وادعي السيليكون فالي، قول يا ايها السيليكون فالي عجل ولا تؤجل شي حاجه بحال هكا، خصو داكشي بالقافيه وداكشي، ولا السيكون فالي ولا توالي شي حاجه فالي، خصك دير فيها اللي تاهي، انما السيليكون فالي شي حاجه بحال هكا. وألم يرى، ألم ترى كيف شي حاجة حاجة في ألم ترى زوينة، هذا هو الموضوع. عشنا هو الفرق ما بين إبليس ومحمد؟ والله إنت غيسدو لنا هاد اللايف بالله، أنت ما غتشوف. ألوف غادي نديرو سيستماتيكمون، لا غادي نديرو ساعتين وغادي نسدو هذا الكل هذا ونعاود نحل واحد اخر. ابليس كيوت على الغسول بسطه، هذا بسطه من في الجسم ولا شي لعبه. يلا يلا ماريا، حركي حركي الروم، انت عندك هاد اللودون هذا ديال كتحرك الرومات، كتضحكي مع راسك، كتقهقهي بخير، فاش عندك واحد الميزه انا ما نقدرش نديرها مقابل، صعيبه عليا. دابا هي كيكونوا غير الناس كيعزاز عليا الناس، فهمتي؟ ودابا الناس ماشي صعيب باش نكومونيكي معاهم، بحال ديك اللي كتكون عندي واحد لا كونيكسيون لومباتي، فهمتي؟ كنبغي نعرف الناس، نفهمهم، يكون ان ايشونج، وانا سا مفي بليزير صراحه، ماشي كنفورسي على راسي، مي ماشي اذا قلتي كان انيمي ولا شي حاجه طوميو، ولكن هذيك انا كيعجبني نتلاقى مع الناس ونهضر ونضحك، ولا يعني داك الكونتاكت كيكون فاسي. صراحه الناس راه ماشي صعاب، ماشي صعيب باش تكونيكتا مع شي حد، زعما تكومينيكي مع الناس ماشي صعيب، صغار تري تري غا باش نلقى شي حد فريمون تيكون واحد لو مور بيني وبينو، ما كنقدرش نكومينيكي، يبقى حدايا النهار كامل ما نقدرش نهضر، تري تري غا. مي لا ماجور بارتي كيكون عندهم توجور شي حاجه ابارتاجي، تجربه، كلشي مهم. انا درون كاين باباي، كاين كلهم الراينو، جمجم الراينو، جمجم ديال لير، كلشي مزيان كدا. انا درو قلت لي بحال ضربتيها بشي نعسه وعاود تفقتي، عاود تفقتي ثاني يا خويا. انت نبي ولا كيفاش؟ انت نبي. عقت فيك، كنا انبياء انا. دابا انا سمحوا لي، دابا انا هذه مده يمكن ديال شي شهرين ما نعست بالنهار، وهذا النهار هذا بدات نعست. شوف بيان لي راه عاقبيه. عليه السلام. بيان لي صلى الله عليه وسلم سبحانه وتعالى. كي دايره ماريا؟ بخير بخير. اليوم راه تشومي راه الدار، عرفتي الجو مكرفص، الجو الشتا والبرد ياك، ما خرجتش كاع، مي سي بيان، شويه درنا شويه الراسم، شويه الغونجمون، قرقبت الناب مع فلون، كان في الروم وباباي اليوم، سيرتو مع فلون في هذا في العشيه، ايوا صافي ضحكت شويه وهضرت وهذا، وخرجت عاوتاني مشيت درت واحد سمو اون اكتيفيتي في الدار. صافي دوزت الوقت زوين، هادشي اللي كاين، ما نعس ما والو، حيت صافا مازال ملي خرجت الصباح ودرت هذا وما كنتش ناعسين اسي، وخرجت الصباح درت لا مارش، نقدر ندير امتي سياست، مي صافي لونتو ما بقيتش كندير لا سياست، تنعس بكري نفيق بكري صافي.
وغدا راه كاين شويه الجو بان ليا لي زيكليرسي ما ولا نخرج الصباح فوالا هادشي اللي كاين مي سينو انا خرجت مشيت لواحد السد حدايا مشيت قلت غادي نتمشى تما حدا السد وهذا منظر زوين كان واحد الريح بارد كي داير ما مديتش معايا الطاقيه ديالي حتى ودني جمدو ودني جمدو مشيت واحد شويه قهرني البرد وانا رجع مشيت في الطوموبيل فلون يا إله الفلون نعم إني هنا ما درش لنا البروفيل اللي كيخلع جاب الفلون كان عزيز عليا الفلون فلون عرفتي بغينا جاب لنا كوم ديسير فلون اشنو غدير اشنو غتسد وات ديد يو ساي اش قلت ما كيهضرش معايا انا فين كنهضروا بيان لير سمحي لي ماريا بيان لير المايك ديالك محلول بالنسبه لي كيعجبني انا هذا الفلون اللي داير بحال هكا داك لو فلون اسبانيول كيجيني واعر على ليكرون فيسال ليكرون غتخرج ليكرون تخرج عند النيش فاتي بوك 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 عرفتي ما كاين مصعب من النقاش مع دوك الشرقيين دابا ما شي تسول البارح وقيله كنت في واحد الروم وبدا كيهضر على بداو كيهضروا على زواج صغيره هذا كنت كنناقش معاه وتراني لي سلام ومازال كوميم راه درت حاولت نهضر كلشي بالدارجه باش يفهمني ياك وتي ما تيخد والو ما بغاش يخدم عقلو يعني كنقول ليه كلمه جوج هو كيبدا يهضر فهمتي وما كيقاطعو وسي كيهضر يهضر تقولي لا سير معايا دقه دقه كيبقى يسرسب الهضره فهمتي كيمشي بعيد تقولي لا حبس 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 حتى ضرني في راسي وتقول واشاك فوا وعاد جا واحد لتحت ويقول لي دوي لي على الرسول اللي تزوج بعائشه وطلع كي تحاور معاه وكوميم عاوتاني شديت وعاوتاني بقينا كنهضروا ولكن ضرني في راسي ماشي النوع اللي كيسمع بحال ما كيسمعش وكيبقى يهضر بزاف وتقول لك وما شاء الله الا مريا زعما ما كتخلينيش نهضر وراه هو كيسرسر ماشي كي ما سي با بوسيبل زعما سي با بوسيبل الشد مع دقه دقه بشويه يعني تقول لك هذيك الصغيره ملي كتستحمل الوطء وكيفاش غتعرفها كتستحمل الوطء كيفاش غتعرفها فهمتي يعني هذه ملي كتوصل لهاد القضيه راه تي واش كيفكروا ولا ما كيفكروش كيفاش عارفين بان الصغيره غتستحمل الوطء شكون غادي يحدد شكون يعني كنقول لهم راه ادولت قلت لي راه مراه كبيره ادولت ولا كانت ماشي جاهزه نفسيا راه ما غاديش ما يمكنش لك راه كيتسمى اغتصاب هذاك فهمتي سي تري غاف عرفتي ملي كنت باقا مسلمه كانت كتجاتني اول واحد من غير داك مولك اليمين ما كنتش فاهماه ياك وملي فهمته جاني يعني سي با نورمال وديك ملي كيقول قال بلاتي ديك ديال امر الله الملائكه باش يسجدوا قال الله والملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وكان من الخاسرين مش عاجب هكا ولكن أشنو جاب إبليس القضية تقول لي واش الله أمر الملائكة وإبليس راه ماشي ملائكة راه هو شيطان هو من الجن كاينة في الآية أخرى هو من الجن وملي كنقولها ليهم
اوتور دو موا كنت كنقول هذيك الساعه انا راه باقا ما كندير لا شكوك لا والو وتقول لي ماذا وتقول لي كيفاش زعما باش انت لاحظتيها بوحدك وشي باش تعرف كنا كنقراو القران بلا ما كنديو منجيبو واش انت لاحظتيها وي وعاد كيبداو يخمو فيها وكاين اللي قال لك راه كان الشيطان كان من الملائكه وكان دوك يرقعوا يعني كاين ترقيعات ومازال ومازال السلام عليكم عليكم السلام فيك صا تفضل راه حنايا كنقرقبوا الناب هو نطلع نجاوبك على السؤال اللي طرحتي على داكشي اللي طرحتي الا كان ممكن تفضل تفضل المهم الا جاوبتك يعني ترجع على القول ديالك كنسمع انا يا راه دائما كان عند انا في الاستماع ما كنرفض حتى شي حاجه مرحبا قلتي انه الله سبحانه وتعالى عندما امر الملائكه بالسجود لم يكن ابليس ضمن الملائكه صح ياك انت اللي قلتي ولا قلتي شي حاجه اخرى الله امر الملائكه اسمع باش نفرزك مزيان بان الله امر الملائكه ولكن الشيطان مالو جابوا الهضره أبا واستكبر وكان من هو من اللي أمر الملائكة الشيطان ماله ماشي ملائكة حيت في صورة أخرى كاين الشيطان من الجن وكانت أنا دايرة لي هذيك يعني دارت لي البلبالة يعني سي ماشي غلط تما كاين غلط كاين شي حاجة ماشي غلط لا ما كاينش غلط سرية أولا الملائكة كما نعرف أنهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون مزيان وأنهم مسيرون لأفعالهم هذه المسألة الأولى إبليس مخير في أفعاله يعني أنه يقدر يعصي الله يقدر يفسق يقدر يعمل شي حوايج خايبين فإبليس كان مع الملائكة يتعبد إذ أنه منهم ماشي كنقولوا أنهم من بني جلدتهم أو كما نقول لا كنقولوا أن إبليس كان يتعبد مع الملائكة فالله سبحانه وتعالى حصره ضمن الملائكة فقال عندما قال الله سبحانه وتعالى للملائكة وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك إلى أن جاء في آية أنكمل عفك هضرتي باش توضح الفكرة دابا واش كتخدم مخك واش كتخدم مخك ولا غير كتعاود تقول لي ما تقاطعنيش باش اسمعني هي ما تقاطعنيش باش توضح الفكرة وتعرف المعزم اللي قول لي بليز غادي غتبقى تعاود لينا داكشي اللي عاودوا لك حنا بغينا شوف حنا بغينا شي ناس يخدموا المخ ديالهم انا خدم معاك عقلي دابا المخ ديالك اللي قلبنا فيه لاكتيفيتي غنلقاوه ما فيهش لاكتيفيتي ميت انت عارفني انا بعدا كده وي حيت كتقرا ليا شي حوايج اللي قالوهم لك الناس خصك اولا تسول راسك اشنا هو المنطق ديال الوجود اشنا هو المنطق ديال الوجود الا تكلمنا على المنطق ندخلوا المنطق هنا نوليو كنضربوا في راسنا بجوج بينا انا وياك خلي المنطق بعيد من هادشي خلينا نتكلموا في هاد الامور هذه نكمل هضرتي بصح انا راه صاحب البلاصه هنايا اولا ثانيا الاتجاه ديال الغرفة كامل كيعرفوا بأن داك الشيء كله اللي قال الإسلام ما هو إلا نتاج ديال الإنسان مجرد إنسان وما عمرنا تأكدنا من القيمة ديال هاد الشيء اللي كتقول تقدر تعطينا دابا واخا نحدد معك نحدد معك القيمه المرجعيه فهادشي كامل اوكي انت عطيتي قيمه بازيتي علاش تبازيتي فاش عطيتي لها واخا انا نقول لك علاش تبازيت وعلاش مشيت والمنطق اللي استعملت يلا تفضل كلشي خليني غير نكمل هضرتي باش ما دابا ما بغيناش الروم يعود بحال شي روم ديال شي ديال الرقيه الشرعيه وديال الفقهاء وداكشي دابا علاش ما بغيتش ما خصنيش نهضر في هذا الشيء انا هي فيها بنادم يجي عمار بنادم يكون فيها الفلوس وفيها كل شيء ولكن الهم ديالنا قلت انت الدردشه انا سمعت انا الدردشه طلع ندردش معاكم كان حنا كنتكلم في الدردشه معانا بمخك ما تبقاش تقيع علينا نهضر معاك بالشراد قلبنا عافوا صاحبي الشيء اللي غتقول لنا وإذ قلنا للملائكة فسجدوا إلا إبليس أبا واستكبر وداك الشيء كامل وحنا نعاودوا فيه مليار مرة حنا مالنا الله باش تبقى تجي واخا إبليس من الجن ولا ماشي من ولا من الملائكة والجن إكزيست با
إبليس خايف ما كاينش الجن هو الإنسان وإبليس راه خايف في دماغك صاحبي راه اسمع 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 الله سبحانه وتعالى فاش ذكر إبليس خايف راه ذكر أنه كان يتعبد معهم اسمع اسمع راه إبليس كان كيتعبد مع الملائكة هو أمر الملائكة خلينا نشوف هذا المنطق ديالو علاش في آية أخرى أوكي أوكي الله سبحانه وتعالى في آية أخرى كيقول إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه يعني إبليس كان مكلف أن يسجد لآدم راه تاع إبليس راه مذكورة في القرآن راه مذكورة في القرآن القرآن ماشي فيه علاش كتهضر واش كتهضر انت على كمرجع مادي نشوفو هاد ابليس هذا القرآن ماشي واش كتهضر انت اصبر اصبر واش انت كتهضر على ابليس خصو يكون هو دابا شوف شوف خد معايا عقلك شويه واش كتهضر على اسمع صاحبي سجل اسمع صاحبي اسمع انت انت اللي سمع انت جلس دابا الان واش ابليس كتقول انه ما كاينش ياك داكشي اللي جايب داكشي اللي جايب انت حنا عارفينه ملي كنقولوا حنا انت ما عارفش عارف انت صاحبي عارف كنت عارف راه ما تقول هاد الهضره ان انت خلقيتي في اسره مسلمه وعلموك الاسلام هادشي اللي كاين صافي انا خويا تعلمت ليه راسي لا تعلمت واش نشات في اسره مسلمه بعدا باش تهضر على هادشي علموك واش كتعرفني بعدا كاين شخصيا باش تقول هاد الهضره هادي الا كان والدي انا مسيحي وانا الوحيد اللي مسلم منهم بلاتي بلاتي ان سكوند اسرة مسيحية وكان راك في دابا الا كان اسمع 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 عندي صحابي والدي هم مسيحيين ومسلم صاحبي ودابا اسمع راه ما قبلناش كدوي يا صاحبي خلينا صاحبي تندرس وما تبقاش سكاع صافي والو عرفتيه جاي باغي يدير لنا خطبة الجمعة خطبة الجمعة اجي وجلسوا انا غادي نقول لك باقي خدام كان كيسينيال هذا كيبان ليا كان كيسينيال اه زربت عليها زين عندي الدليل علاش حيت شكرا اختي هند شكرا على ديك التجمجمات والاخوان جمجموا جمجموا وليس لكم الا التجمجيم الانسان جاي كيعرض عليك الهضره ديال تفضلي ماريا ماريا خويا لا راه حيت كنسمع لي كنا كندردشوا قلت لهم كانت قبل ملي كنت باقا في الاسلام وكانت هذيك اللفظ جاتني شي شكل كنتي باقا في الاسلام السلام عليكم وعليكم السلام ورحمه الله وشي مزيان كل شي بخير فين مشى هذاك خينا ديال قويله هذاك راه غير كيخرف هذاك شوف 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 سمعوني عندك صداع عندك صداع سمعوا لا ما عنديش صداع شوف يا ودي راه عندك صداع لا 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 شوف شوف ساعتين لما كان يقول والو تقول عندك صداع تقول لك لا 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 ما عنديش صداع شكيب ولا دابا قبيله نهضروا ملي مشيتي وجيتي كنت كندردش قلت لهم هاد الجمله اللي كانت كتجيني في شي شكل ديال ملي امر دينا كنساو كاع كلشي قال الله للملائكه سجدوا لادم فسجدوا الا ابليس ابا واستكبر وكان من الفاسقين مش حاجه بحال هكا وانا كنقول اجي هو والله امر الملائكه ولكن ابليس شنو اش قاسو اش لاحو الديكور يعني فهمتي هو فاش طلع هذا المسلم وبدا كي لا باغي يلقى تخريجات يعني غير هاد القصه هذه يا اختي ماريا غير هاد القصه هذه كتضرب الاسلام كتضربو هكا في وجهه نيشان علاش لان حنا كنعرفوا بان الله كامل القدره وكامل كل شيء يعني ما عندوش يعني مجرد ان ابليس يناقش الله ديجا كيحط الله في واحد الموقف ديال النقاش ديال انه رولاتيف في الافكار ديالو فهمتي لان الله شنو قال لهم سجدوا ابليس ما بغاش قال لي لا انا كيفاش هذا كان نسجد له انت دايره من التراب وانا من النار دونك هنا ديجا الافكار ديال الله رولاتيف ماهيش مطلقه ماهيش شي حاجه اللي يعني كيبان لك بشريه الافكار اللي كاينه في القران بلا ما تهضروا ما تنقولوا له
خلي القرآن، لأن القرآن كله غي بشري وكلام اللي فيه كله رولاتيف وفيه أخطاء من في من المجيدي فيه الأخطاء. أوكي أخدم عقلك يخدم عقله هو أمر الملائكة، ولكن الشيطان أشلاحه. فهمتي دابا؟ فهمتي شنو بغيت نقول؟ دابا هو أمر الملائكة أو ما تيقولوا لك بأن الشيطان كان ملاك، هو ملاك من بين الملائكة، ولكن المعضلة اللي كتطرح هنا كيفاش ملاك ما آمنش بيك وبغيتي واحد الإنسان يآمن بيك 2024؟ انت ملاك اللي خلقتيه، فهمتيني، عطيتيه ديك البرفكسيون وكان قبل ما يكون لهذا الكون، يعني اقرب الكائنات اللي كنت هما الملائكه. الى واحد فيهم ما امنش بيك، ماشي غير ما امنش بيك ولا عدو ديالك، كيفاش بغيتي واحد الانسان مغربي مثلا بغيتي يامن بيك وملاك ما امنش بيك؟ اشنو اللي دفع هذاك الملاك ما يامنش بيك؟ إذن هنايا كيبان لك بان هادشي كله السيناريو بعدا اللي كتب هاد السيناريو اولا مضحك، ثانيا تافه، ان واحد الاله غادي يخلق وما تاكلوش من هاد الشجره، ولا كليتي من هاد الشجره غادي يخلق الوجود. جا وقالوا اوكي عندنا معضلات الشر، كيفاش غنديروا هاد المعضلات الشر؟ تري فاسيل، غادي نخلقوا ان ترويزيام بيرسون غادي نسميوها الشيطان، واي حاجه كتجي خايبه من غادي نلصقوها، اذا غادي نكونوا وفينا. عندنا واحد الاله اللي خالق هو ما كيخلق الشر، الشيطان هو اللي كيدير الشر. صافي تهنينا، حلينا المعضله ديال السيناريو قاديناه. يعني الشيطان هو بحيلة قلتي واحد الباتش وورك، بحيلة كان واحد تقبة في المنطق وداروا لها واحد البياسة، وهذيك البياسة هي الشيطان حل لهم المشكل. الشيطان هو اللي ولد الحرام، أي حاجة كديرها إذا الشيطان هو اللي قال لك حيت الله الله بارفي. جمجموا الإخوان، جمجموا بليس. تفضل أختي ماريا قطعتك. حيث في أي أخرى تقول لك بأن الشيطان هو جن ماشي ملائكة، وأنا بقيت ملاصقة على جن هو ماشي ملائكة، ومي قلت هو ملائكة عبتاني أنا ما جسيبا. مي كما قال الأخ نادرو راه يعني خلق كائنات اللي غادي يتعارضوا وغادي غادي تبلينا وغادي توقف بيننا وبين الاله، ويعني يعني هذه اذا فكرنا فيها شويه راه الله خلق، يعني الله ضعيف قدام الشيطان، بغيف عنده ضعف ما قدرش على الخلق ديالو. وي دابا ملي كتقرا القران وكتمارس الشعائر ديال الاسلام، شنو كيولي بنادم؟ شنو كيرجع؟ تيرجع عندك واحد الناس كتفكر بنفس الطريقه وكتعادي اي فكره مخالفه لهذيك الطريقه في التفكير، وهادشي اللي تنشوفو في المجتمعات ديالنا، واحد النوع ديال الحمق الجماعي تنسميه انا، حمق جماعي. علاش؟ لان اي فكره جديده ولا اي فكره يمكن تنفع المجتمع يمكن هذه فهي منبوذه، الناس حروا عقلهم وجابوا افكار جديده ابتكروها وقدوا انهم ينظموا راسهم، قدوا انهم يحلوا المشاكل ديالهم اللي كيعيشوها. شو شحال المشاكل تعيشوا المجتمعات الاسلاميه؟ شحال المشاكل كتنخر المجتمع بواحد الطريقة ساكتة، ما كين يهدروش عليها، يعني ومنين كيخرج واحد يهدر عليها ولا شي نوع ديال الملاحظات كيتم القمع ديالهم. كاع الناس اللي كيبغيو يهدروا على الحوايج هادو ديال المشاكل اللي كاينه في المجتمع
ويتم تأويل ديال الأفكار ويقول لك لا راه داك الشيء سببه الله، احنا ما بقيناش متبعين طريق الله. ايه هذا الشيء، المشاكل اللي كتوقع لنا كلها حيت احنا ما بقيناش تابعين طريق الله. وما يعمر العكس صحيح نهضر تماما، راه العكس هو اللي واقع. على ان الى انت حررتي عقلك وجبتي افكار جديده باش تنظم راسك، فانك هتقدر تحل المشاكل ديالك، لان مشاكل البشر ما كيحلها غير البشر، ما كيحلهاش الله. الله كان حلها يحل غير المشاكل ديالو، كما قلنا هو الشيطان ودار فيه في الديبار، يعني قبل ما يبدا الفيلم قبل ما يبدا دار فيه الشيطان، حل المشكل غير الشيطان. هذا جاي يهضر معنا حنا بعدا تي دونك كتشوف بينا هاد الافيون مجهد بزاف ديال الاسلام مجهد، وما لا 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 سميتو الحل ديالو غادي ياخذ وقت طويل، ياخذ واحد الوقت طويل، دي جينيراسيون غادي ياخذ، كما خد عند المسيحيين بطبيعه الحال. المسيحيين كذلك نفس السيروره غادي يدوزوا منها المسلمين، بغاو ولا كرهوا، لان هذه حتميه البشريه دايره بحال هكا. البشر كيفكر بواحد الطريقه دائما غادي للتحرر، كيقلب على الحريه، ما تيقلبش هو شي حاجه تقمعوا ولا تزير. هما المسلمين دابا وكتلقاهم النوبات كينقزوا على الشرائع، وكيقول لك انا المهم، كيبقى يقلب على الاعذار، جي كيبقى يقلب على الاعذار. هذا هو دابا التخبط اللي عايشين فيه كاع على الامم الاسلاميه، هو هذا ان الاسلام ما بقاش صالح لهذا الوقت، ولكن مازال متشبتين به. علاش؟ لان خوفا، الخوف سيطر عليهم والعقول ديالهم، وذاك الخوف جماعي، راه الا عشتي في واحد البيئه فيها الخوف فاوتوماتيكمون انت كيركبك هذاك الخوف. اي وانت والديك ربا وكذاك اللي يجي كيهضر قبيله، كنقول له واش انت خلقيتي في اسره مسلمه غادي تكبر مسلم، خلقيتي في مسيحيه غتكبر مسيحي، خلقيتي في شي اسره بوذيه غتكبر بوذي. كيقول لك لا لا راه انا، وبدا كيقول لك انا والدي مسيحي. شوف الكذاب تيكذب، يعني باش تشوف بنادم مستعد لأي حاجة باش يرسخ أفكار قديمة عند 1400 عام، باش يرسخ، مستعد يكذب، مستعد يدير أي حاجة. ما تزادش هو مسلم هذيك نسيسة هذيك شي بغي بيك يتزاد هو ماشي مسلم، من غير عائلة اليهودية اللي عندنا. ويتفضل باباي وقيلة ما تتهضر. ياخذ الكلمه، اسمع شحال شي مايك تحل. دي روما، اهلا دي روما، ولا بابا يلا تفضلوا تفضلوا. وي يلا طلع شماري، عندي شويه كونيكسيون ثقيله، نخليكم في مناقشه معنا. دي روما طلع وما ماخذش الكلمه معنا. ديرما مو كواتري بجوج، كاين صوت عندي، عندك صوت؟ بونسوار زيد، واش زيد ديالنا ياك؟ زيد وي زيد ديالنا. دابا واش الانسان الى عاش بهاد الكميه ديال الخرافه واش زعما ماشي بزاف؟ الانسان كيعيش مثلا الدين، هادشي كله باجاج كيجيبو معاه الدين. اولا كيجيب لك واحد الاله، كيجيب لك الملائكه اللي معاه، شويه كيجيب الشيطان، شويه كيجيب لك الجنون، شويه كيجيب لك السحور، شويه كيجيب لك العين. والدعاء، يعني هادشي كله باجاج جابو الدين، وهادشي كله ماشي نيسيسير، هادشي كله كتخلى عليه وكتعيش حياة طبيعية.
ما يمكنش تكون الحياه ديالك بهاد الخرافات بحال الحياه ديالك بلا خرافات. طبيعه الحال هاد الخرافات حيتما هضره يعني ضياع ديال الوقت. تقدر احسن حاجه ربما غير تنعس في هذاك الوقت اللي كتضيعو في الحديث ولا كتهضر على الدين ولا كتصلي ولا كتدعي، وعاد كتزيد عليه ديك سيدي محمد وسيدي ابو بكر سيدي ايوب. هادشي بزاف على الانسان يكون الدماغ ديالو عامر بحال هادشي، ويكون واحد الانسان اللي كيخدم المصلحة ديالو والحياة ديالو والمجتمع ديالو، ويكون واحد الانسان اللي منتج. صعيب عليه فاش كيكون داكشي، علاش كتلقى كاع الدول المسلمه كيكونوا دول متخلفه، ووقت ما كثر الاسلام وقت ما زاد التخلف. كاينه واحد لا غولاسيون لينيير ما بين التخلف والاسلام، كيزاد الاسلام كيتزاد معاه التخلف. علاش؟ حيت هاد الكميه الهائله ديال الدماغ ديالك واحد البورسونتاج منو كنسومد الي كونسومي بواحد شي حاجه. لاقل حاجه اللي نقولوا عليها هي انها ما فيها حتى فائده. عاد فاش كنقلبوا اشنا هما الحوايج اللي نيجاتيف جابهم الدين. اوكي، شي كنقولوا اولا ان الدين إلى irrelevant في الحياة ديالك، يعني ما ضرك ما غير irrelevant، ضيع لك غير الوقت ديالك مثلا وداك الشيء والطاقة ديالك. عاد كتشوف الحوايج اللي من السبب ديالهم الدين. دي روما جمجم أخويا، جمجم لوح شي قليب وعنك شوية وداك الشيء باش نتأكدوا من الإيدونتيتي ديالك. عفاك خويا أيوب، كان عندك شي حاجة بغيتي تقولها تفضل. سميتك أيوب ياك، كيبان ليا غير السلام عليكم. يا وعليكم السلام، مرحبا بك أخويا تفضل. أنا بغيت نطلب منكم غير مساعدة وحدة. الله يرحم الوالدين، الوالدة عندي مريضة بسرطان، والله يرحم الوالدين. أنا بغي غير مساعدة منكم، الله يرحمكم الوالدين. الله يجازيكم بخير، الله يكبر بكم. هادي بغي يصيفط لها الإخوان شي كبسوا ليه اللي عنده معاه وداك الشيء. أوكي شكرا، وصل الكلمة ديالك. شكرا خويا أيوب. فين هو الأخ أروما ولا سميتو كان بغي يطلع؟ دي روما كبس صاحبي، عندك مداخلة صيفط شي قلياب وداك الشيء. راه دارجيم، راه دارجيم طلعه. فينا هو؟ انا تنقلب عليه كما بالي. لا خص تنزل لتحت في لا ليست، ها كاين فلون وكاين دي روما. ماوي طلعتو. يلا عندك ما تقول. تفضل اخويا دي روما، اش بان لك في هاد الهضره اللي قلتها اللي كنقولوا حنا؟ كنقولوا بان كاع هاد الشيء اللي جابوا الديانات، ماشي الديانات السماويه، جميع الديانات، هذاك الشيء كله هضره ديال الكيلو مثلا. اش بان لك اخويا دي روما؟ تفضل. بسم الله والصلاه والسلام على رسول الله، رسولنا الذي علمنا كيف نكذب وكيف نسرق وكيف نقتل ونحن مرتاحي الضمير، رسولنا الذي قرصن الأخلاق، هو الشخص الوحيد الذي قرصن الأخلاق، جعل الإنسانية يعني تفعل كل شيء شنيع وهي مرتاحة الضمير. هذا أمر عظيم. هذا ما بالنسبة الموضوع ديالكم خويا بيان لير، انا اول مره نصعد معك، ولكن بغيتك تعطيني غير رايك في النظريه السوسيولوجيه هذه الجديده
التي تقول أن نقد الدين يؤدي إلى تفكك المجتمع. وشكرا. بالعكس اسمح لي، واش السؤال موجه ديالي نخليه بالي. لا لا تفضلوا تفضلوا جاوبوا جاوبوا. شتي دابا خد غير ناخذ غير مثال ديال الدول اللي تخلصت من الدين، ولات علمانيه وما بقاش الدين في المدارس وفي المجتمع، عارفين حنا العلمانيه ولاو الناس كيتعاملوا بانسانيه وفهموا كيفاش يتعاملوا مع الاخر دون واحد الاله اللي غيبي يجي بيناتهم، يعني كيتعاملوا بعضياتهم بدون شرط، ما فيهاش ديك فيها عندهم حسنه او لا، حيت تعلموا شنو هي لومباتي، شنو هما لي فالور اومان، كيفاش هو غيخدم الاخر وكيفاش غيخدم المجتمع، بحال غيخدم نفسه، يعني يتعرف على راسه، حيت هو بحال الدين كيخلي لنا واحد حاجز بيننا وبين نفسنا، ما كيخليناش نعرفوا راسنا حنا شكون، كيفاش خصنا نتعاملوا مع نفسنا، كيفاش نحبوا راسنا، كيفاش نحبوا الناس، كيفاش نتعاملوا معاهم، كيفاش نحترموهم، نحترموا راسنا ونحترموهم، نحترموا البيئة، وكنخرجوا كنحترموا راسنا في العمل، وكنزيد كيتطور بالعكس المجتمع كيتطور، ما كيبقاش ملي كيكون داك الحاجز الديني دائما يعني كتقدر تغش، هي اوتوماتيكوم كتغش، حيت هو كيحرم عليك بزاف الاشياء، اوتوماتيكوم ملي كيحرم عليك الاشياء بحال اللي تيقول لك ديرها، بحال ما تاكلش الشوكولا، شنو اللاوعي ديالك شنو غادي يقول؟ عنده الشوكولا في دماغه، غادي ياكل الشوكولا، بحال كيقول لك واحد بيان ليغ؟ نو سمحوا لي كنسمعك. حيت فوالا هو اللي هو كيسبب عائق، بالعكس كيتحرر الانسان كيتحرر، وعاد باش كيولي كيفهم القيم الانسانيه وكيزيد لقدام كيتطور كيتعلم من الاغلاط ديالو اكسيتيرا، ماشي كيبدا يدير في الحسنات بواحد اسمو الحسنات، وكيولي عنده واحد ليفغي، كيجينا انا كيفكرني دوك الحسنات والسيئات، حتى كان ليفغي ديال لي بارن عندك هذاك لو ديبي لو كريدي، انت كتبدا تتعامل بداك لو ديبي كريدي ميكانيك، ولكن انت واش غادي تطور نفسك وغتزيد القدام؟ لا، كتبقى غير بحال ماتيريال، كتبقى داكشي وسائل خارجيه عليك، كتبقى مديكونيكتي على راسك. فوالا هذا بريفمون نخلي الاخوان ياخذوا الكلمه، وقيلا بيان لي وجهتي السؤال بيان لي. اخت ماريا مشكوره، ولكن على حسب الكلام تاعك شفتك شويه خرجتي على الموضوع، يعني بصفه بسيطه فهمتيني، حيت قلتي لا فهمت الكلام كله، انا متفق معك سير تفضل انت عندك ميزان كيعبر شكون يخرج، عندك شي نوع ديال الميزان استوما خويا بيالي، رانا الميزان ما كان المفطاره هذه اللي نعبروا بها، وراه هي هادي راه هي هضرات في الموضوع، كتهضر على فصل الدين على الدولة كيفاش خرجت على هذا في الصميم. يعني انت اش كان السؤال ديال كاروما؟ انا قلت السؤال ديالي قلت لك نقد الدين يؤدي الى تفكك المجتمع، يعني هل اذا علاش كتقول لها هي خرجت على الموضوع؟ هي جاوباتك على السؤال ديالك بيان لي، علاش خرجتي على الموضوع؟ خرجتي على الموضوع، انت قلتي نقد الدين او انتقاد الدين كي تفكك المجتمع، وحنا عندنا الدول العلمانيه فرقوا ما بين الدين والدوله، وعلى وبقى المجتمع ديالهم متماسك، اذا علاش هي غتكون اوكسوجي؟ واش فهمتيني؟ الا من غير ما فهمناش، ولا انا ما فهمتش شنو هو السؤال ديالك، اما الى طرقات الفصل العلمانيه راه هذا جواب داخل في العلمانيه، العلمانيه كجواب لهذا الادعاء ان الدين هو اللي كيجمع المجتمع الافراد ديال المجتمع.
انا خصك تسول راسك علاش، علاش العلمانية حي فصلات الدين على الدولة، وعلاش فصلات الدين على الدولة بهذيك الصرامة؟ علاش شي حاجة خطيرة انك تدخل الدين في الدولة؟ وهنا أنا معاك كيرجع خويا ديالي. لان الدين مضر، الدين ما غاديش يخدم المصلحة ديالهم، كيوصل حتى للدمار ديال المجتمع، حيت كتجيب واحد الفكر قديم عنده واحد البيئة خاصة ديالو، وكتبغي تطبقه على واحد البيئة لا علاقة لها بالبيئة اللي جا منها، الدين ولا المستوى الفكري ولا المستوى فهمتيني؟ إذا أنا كنظنها جاوبات على الموضوع، أن المجتمع غادي يتفكك إلا ما كاينش الدين. واش المجتمع الجابوني متفكك؟ واش المجتمعات ديال لي بيي دي اسكندناف واش متفككين؟ فوالا خويا إذا ندير هذه حتى إلا قلنا بأن المجتمع. الدين كيخلي وكيدير تلاحم في المجتمع، ولكن خصنا نقلبوا اشنا هو الوقوع ديال هذاك التلاحم في المجتمع، فهمتيني؟ بحال كتقول لي مثلا واحد تزوج بنت عمو ولا بنت خالو، ولا وحده تزوجت بولد عمها ولا ولد خالها، زوينه وكتأدي التماسك، داك الفكر القبلي وداك الشيء، التماسك العشائري والثروه كتبقى عند هادوك، ولكن لوكو ديالها هو ان واحد الطفل يقدر يتزاد معاق، حيت ما باش كتزوج بولد عمك وولد خالك وداك الشيء، ولا بنت عمك ولا بنت خالك. إذا هنايا في الدين اوكي كيجيب لنا واحد التماسك اجتماعي وداك الشيء، ولكن اشنا هو لوكو؟ واش نقدروا نوصلوا لهذاك التماسك الاجتماعي بلا دين؟ الدين شي حاجه ماشي غريزيه، شي حاجه اكوايرد نيتشر نوتشر، ماشي شي حاجه لا ناتير نوتشر، يعني فاش كتزاد كيبداو يوكلوك. اوكي اذا الدين هو اللي داخل على طبيعه الانسان، مثلا فاش كنشوفوا تعامل الاسلام مثلا ديك العلاقه ما بين الام والجنين ولا الطفل ديالها كتكون شي حاجه واش غادي نقول لك، كتكون شي حاجه طبيعيه في المراه، وكتكون بواحد القوه حتى واحد ما يقدر ينزع منها، بحال دزتي حدا شي مشى ومسيتي ليها ولادها صغار، ولا شي دجاجة ومسيتي ليها الولاد ديالها، ولا شي سبع، ولا شي حاجة ناتيوغال. اوكي دابا ولا الدين داخل في هاد العلاقة هادي. اوكي مثلا الأم مع ولدها سيتين غولاسيون دامور ديال الحب، اش من نوع ديال الحب؟ الحب بيغ، الحب بيغ يعني كيمشي جوسكا لو ساكريفيس في سبيل هذاك لا بيرسون. الام الا حطيتي ليها ولدها كيغرق تقدر تهز ولدها تحطو وتمشي، واش شي كيديروا حتى الحيوانات، فهمتيني؟ دابا الا جات واحد الايديولوجيه وكتدخل في هذه العلاقه البيولوجيه، كتدخل فيها وكتنجح في التدخل فيها، ماشي كتدخل فيها وكتزقل، نو كتدخل في التدخل فيها. أنا العلاقة ديالي مع الوالد ديالي ماشي هي العلاقة ديالي مع الوالد ديالي، ومع الوالدة ديالي حتى هي from her perspective من المنظور ديالها هي، ماشي هي العلاقة ديالي اللي عندها مع خوتي وخواتاتي الآخرين. علاش؟ حيت واحد الحاجة اللي أنا شوية ما خلاتش ديك الحب يكون 100%. أشنا هو الدين؟ إذن أشوق هنايا الدين دخل في الغريزة الإنسانية، أوكي، ونجح في التدخل فيها. إلا شفتيه كاين في واحد لوكا، إذن راه كاين في بزاف ديال لوكا، كاين ديكا اللي غادي تعرفهم، وكاين ديكا اللي أوريدي الإسلام دمرهم ولكن تبقى
باقي ما وصلتش الوعي ديالك بان بحالنا احنا مثلا كبرنا في عائلات ذكوريه، الراجل خدام، الام مريحه في الدار، الام فاش كيكتبوا ليها المهنه ديالها في لاكارت ناسيونال بدون يعني ما خدامش، يعني عاله لا تنتج. اوكي، علاش عطيت هذا المثال هذا؟ حيت الدين اثر علينا، باش كتكبر في واحد المجتمع اللي ذكوري، انت الذكوريه كتدخل لك لدماغك ما بين لاج دو دانو اي لاج دو 7 طون ولا كاع ماكسيموم 8 طون. هذيك الذكوريه كتعود هي الفونداسيون ديال الشخصيه ديالك، فوخا طير وخا تنزل ما يمكنش ترجع هذيك سلين شيت، هذيك الورقه البيضاء ما يمكنش غادي ترجع لهذاك المستوى. اوكي، انك هذاك الشيء اللي خلك الصغر ديالك تخلى عليه، امبوسيبل تخلى عليه. علاش؟ حيت كاين فلانكونسيون ديالك. اشنو لانكونسيون ديالك؟ بحال واحد الانسان مدمن، وبطبيعه الحال الادمان كيجي من العقل، وكتقول العقل احبس الادمان وهو مدمن. سمعتي؟ نفس الشيء مع هذا الكونسيبت ديال الدين. اذا الاخ ديروما الى باقي معنا، ديروما مشى ياك إليفا، واش مشى الاخوان إليفا؟ كنظن وي كيبان بانه مشى. مشى حالاته عمرته. اهلا سميرة. سميرة ديما ناضية. اجي البارح ديما كتجي سميرة، البارح واش انت اللي سديتي اللايف البارح؟ لا سدو لينا صاحبي، ما درنا والو. كيبقاو بنادم كيدخل بحال هذا دابا اللي طلع، علاش؟ قلت ليه سينيالي وصافي وكيتسد الروم. السلام عليكم ورحمة الله وتعالى وبركاته. كتبيع الحمص وعليكم الكوكاو. الحمص كرتيني في الحمص طيب وهاري. هذا كيطلعوا الكرار كيطلع داير واحد القفيفة وفيها واحد، فهمتيني؟ كوكاو سخون، كوكاو سخون. وي كنسمعك وي. المهم كنعاود لك، كنت نزلت يوم عندك كاع ما سمعتيني. لا غيكونيك بروبليم تاع كونيكسيون. لا سمعتك راك عطيتيني الجواب الشافي الكافي نيسكافي. والله برافو عليك خويا، هذا الجواب كنت منتظره. لا انا قلت يعني لك على الوالدين باش نعبر لك بان التماسك ما كيكونش بهذه الطريقه، فهمتي؟ الاسلام تيقول لك انما من اولادكم ولا شي حاجه عدو فاحذروهم. كيفاش غتقول لي هذا ديال التماسك الاجتماعي؟ كيفاش؟ ولا بغيتي تعبر لي على شي حاجه ما فيهاش تماسك، ما تقدرش تجيب لي شي حاجه احسن من هذا الشيء اللي جاب الاسلام. لما يكون بعيد يعني لازم ننتقل لبديل افضل، هذا اللي راك تقول فيه. انا كنقول الانسانيه بدون دين، احنا عندنا واحد الفطره اللي هي اللي فيها الفورمولا ديال السكسي. اوكي، حنايا عندنا ودين اس بالطبيعه ديالنا، فاش كتزاد عندك واحد كاع البوتنسيال باش يكون عندك سكسي وتعيش الحياه وتولد وتناسل، كتزاد بها. اوكي، جميع الكائنات الحيه كنزادوا بها. اوكي، حتى واحد ما كيعلمك الا بغيتي تطيح خصك تحط يديك قبل ما تطيح،
فهمتي حتى واحد ما كيقول لك بزاف ديال الحوايج في الحياه، سا ديبون على لا كولتور. هي اما لا كولتور كتجي وكتفوتي في هاد لو دون بيولوجيك اللي عندك، او لا الثقافه ديالك كتجي وكتدمر هاد لو دون، ما كتخليهش يمشي طبيعي. بحال الوقت فاش اكتشفنا بان العقل كل شيء بالعقل، جاو الناس ديال الدين قالوا لنا نو نو حنا عندنا النقل، الشقة هنايا الطبيعة ديالنا كإنسان هو العقل، سكيبتيسيزم، الكيريوسيتي، البراغماتيزم، هذه طبيعة الإنسان بيولوجيكمون. كيجي الإسلام وكيدمر لك هذه المسألة. مثلا في الديانات شفنا اش وقع مع الديانة المسيحية ومع فاسكو دي غاما، ولا شكون هذاك كوبرنيك، كوبرنيكوس، كوبرنيكوس اكزاكتومون. اذا هنا اش وقع هنايا، ان طبيعة الانسان انه يفكر، ولكن اشنا هو اللي وقفنا؟ وقفنا الدين. الدين هو اللي ديما كيجي تيقول لك لا انا كنعرف. معلاش كتعرف؟ حيت داك الشيء قالوا لي هذه هي الفورميلا. اذا هنايا الدين بطبيعه الحال كيدخل. هو المشكل ماشي ديال الدين، المشكل هو كتدخل ان دوزيام بارتي في الدين. الدين شي حاجه انديفيديوال، الدين شي حاجه خاصه بالانسان وبالانسان بوحده، ما كايناش ديك لا ريلاسيون ريسيبروك. هذا هو المشكل. هو فاش كيعود واحد الاله داخل هو حتى هو عنده مصلحه في الدين، حيت ما يمكنش تهضر على المصلحه وانت كتهضر على واحد ديمونسيون اللي فيها الاله. هنايا كيعود مشكل. هنايا الا بغيتي الدين ما ياثرش فيك، خصك تفكر فيه بانه هو العلاقة ديالك مع الإله، وانت بوحدك اللي عندك هاد لو بزوان، وانت بوحدك اللي عندك هاد لا ساتيسفاكسيون. المشكل هو فاش تعود ان دوفوار. الإيمان شي حاجة بيرسونيل، بغيتي تآمن وما بغيتيش تآمن طبيعية. لوجيكمون المسألة انا كيبان لي ما كاين حتى شي الله. إلا كتقول لي الوجود فيه 17 مليار سنة، إذن سي بوسيبل شي حاجة في 17 مليار سنة، شحال ماشي 13.7 ولا شي، كنقول لك أنا سي بوسيبل، ولكن ما تفرضش عليا. أنت نقلتيها وجيتي قلتي لي بأن الله كاين. إذن أنا طبيعة الإنسان كتقول لك راه ما كاين الله لا والو، ولكن حنا ما فهمناش اشنا هو الدين. علاش ما فهمناش الدين؟ حيت الناس بغاو يكابيتاليزيو منه، بغاو يربحو من الدين. داكشي علاش ولا واحد ليليمون ديال الله حتى هو داخل، وهذاك ليليمون هو اللي جاب السيناريو ديال حنا جايين ندوزو امتحان، وكاين الشيطان وكاين الجنه وكاين النار. هذا هو المذهل في الدين. المذهل في الدين هو فاش البيرسبكتيف، فاش كتفهم الدين من البيرسبكتيف ديال الخالق. هنايا كيعود تيدير لك دي زوبستاكل في الحياه ديالك. اوكي، في العوض ما تصوب الشقه اللي عندك في الدار، ولا تصبغ الدار ديالك، خصك تشد واحد 10 المليون وديها للسعوديه. هنايا كيعود الدين نويزيبل. علاش؟ حيت عندك بحال سي تان دوفوار. إذن إلى أن دوفوار خصك تاخذ لينيرجي من الحياة ديالك. إلى أن دوفوار ديفان وانت غادي إذن هذا هو المشكل ديالنا. ماشي المشكل ديالنا كإنسانية هو الدين، ولكن هو أن الدين دخلنا فيه حتى الخالق. جين مرحبا بك، زيد ديك اختي جين، جيت عندنا للروم خليتي لي الميساج، قريتو تال ابغي وقريتو. المهم كملوا الاخوان وجمجموا جمجموا، راه الناس غير كيشوفوا الروم السميه ديالو كيبداو يسينياليو، كيهمهم شاش كيتقال ولا دابا. هادشي اللي كنقولوا فيه يعني الانسان
شنو باغي دابا كيجي كيقول لك نتوما شنو باغيين وهادشي اللي كتهضروا فيه على الدين و يعني انتقاد و انتقاد واحد الحاجه ضروريه في كل مجتمع وفي كل فكر كما كان نوعه. بلا نقد ما كتزادش القدام، ما كاينش تطور في الافكار. اي ميدان فين ما جيتي البدايه ديالو، اي ميدان، اي فكره، سينما، مسرح، كره القدم، صناعه سياره، ولا افكار، قوانين، اي حاجه كتبدا وكيبدا كيجي واحد اخر تيهز هذيك الفكره كيبلورها واحد شويه كيزيد عليها وهي غاديه. الاديان دايره بحال هكا تماما، هكا دايره الاديان، لان النهار الاول الله كان كيبان شويه ما بقاش يبان، كان 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 شحال هادي مجوج وعنده الاولاد، شويه ما بقاش مجوج وما عندوش الاولاد ولا غاب وحده، كان كيعاقب في البلاصه شويه ولا دار الجنه والنار ولا كيعاقب حتى المور الموت. وهاد الامور هادي كامله هي مجرد تطور في الافكار، مجرد تطور في الاسلام. هو اخر دين بان من بعد اليهوديه والمسيحيه، جاء الاسلام وخدا الافكار ديال هاد جوج ديانات وديانات اخرى، زرادشتيه وصابي امندائيه، وسد الثغرات اللي كاينين فيها، وحاول يعطي واحد الصبغه للدين. لان حتى لاحظوا معايا في الظهور ديال الدين جاب واحد الحاجه اللي الناس باغيينها. شنو هي؟ العيالات، كثرت العيالات والغنائم، اي هادو حوايج دابا لا اخلاقيه. دابا شي واحد يجي يقول لك احنا غنمشيو نضاربو باش ناخذوا هذيك القبيله، غناخذوا لها العيالات ديالها وناخذوا ونبيعوهم ونبيعوا الاولاد الصغار. هذا الامر هذا غير مقبول نهائيا عند اي واحد على وجه الكره الارضيه. دابا الدين كان خدا هذه شحال هذه، وحاول انه يعطي واحد الشرعانه وواحد المصداقيه لهذا الامر هذا. والناس في ديك الوقيته نظرا لان فكر بسيط جدا ما عندهمش الوسائل باش لا تعطاو لهاد مشاو في الموجه هذه، باش تشوف بان الدين هو واحد النوع من التطور في الافكار اللي كيقلب في الاخير على المصلحه. هادشي اللي كيقلب عليه، كيقلب في الاخير غير على المصلحه. وهادشي اللي كنشوفوا لحد الان، لان كاع في الدول العربيه الاسلاميه كيحكموا باسم الدين. دابا يجي واحد يقول لي واش مصر كتحكم باسم الدين ولا المغرب كيحكم باسم الدين؟ وي عنده ركيزه كبيره ديال الدين، وي كاينه ركيزه كبيره وسلطه مجتمعيه كبيره كترتكز على الدين، سلطه مجتمعيه، ما كنقولش السلطه ديال الدوله. الفرق بيناتهم هو ان السلطه المجتمعيه كت 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 كتطبق عليك واحد الضغط، مثلا كليتي رمضان في الزنقه يقدروا يسلطوا عليك واحد ثلاثه د الناس ولا اربعه يقدروا يضربوك. ايه دونك هنا هذه كتسمى سلطه مجتمعيه. ايه ولا مثلا بنادم ما تيصليش في دارهم ما تياكلوش ما تيحطوا له في الطبسيل بوحده. شوف على التصرف كي داير، عنصري داخل الدار داخل المنزل. واش هذا منطق؟ واش يعني الام ولا الاب التصرف ديالهم بالطريقة هذه واش منطقي خاضع لواحد هو غير منطقي؟ كما كيقول بيا الدين كيخرج الانسان من الطبيعه ديالو. الدين كيخرج الانسان من الطبيعه ديالو. وفوق هادشي كامل كنمشيو للبدايه ديالو، البدايه ديال الدين، وكنلقاو الناس اللي جابوه ناس بدائيين، ناس تعاطوا الاجرام، غير كيجيبوا لك واحد الكلام مهسول وكيحاولوا ان بداك الكلام المهسول ياكلك دماغك ويخليوك دير واحد الحوايج لا انسانيه. هذا هو الدين. ايه كدير عبر ممارسات بطبيعه الحال. كيجي كيقول لك واحد الكلام زوين والصلاه وهادي، ولكن من مور هذاك الشيء شنو كاين؟ من مور هذاك الشيء كاين انك كتقبل تصرفات لا إنسانية أو لا كتمارسها، إما تقبلها ولا تمارسها. علاش؟ لأن النهار كانت
هذوك المجموعات الارهابيه في الشرق الاوسط كانوا كيمارسوا داك الشيء اللي كنا كنشوفوا. حتى شي فقيه حتى شي واحد ما خرج كفرهم قال لهم لا هذوك ماشي حتى غلبوهم تحيدوهم عاد ولاو كيقولوا عليهم لان اصلا ما بقاوش موجودين باش يقولوا عليهم حكا راه صافي راه هذوك ماشي مسلمين هذوك خوارج هذوك كذا علاش حيت صافي خسروا وما بقاوش موجودين منين كانوا موجودين كان كلشي بالعكس كانوا تجمعوا وناداو بالجهاد ضد بشار والهضره بحال هكا باش تشوفوا الفكر هذا كيفاش تيتلاعب بالعقول ديال الناس وكيتلاعب بالعقول الضعفاء لدرجه انه اما غيقبل ممارسات لا انسانيه ويسكت عليها يا اما يمارسها هكا بشكل عادي يمارسها. دونك كل الخوخ يداوي يكون داوى راسو كما تيقولوا. هذا الدين هذا كان فيه حاجه زوينه كون شفناها الاثار ديالها حاجه زوينه نشوفوا الاثار ديالها على الناس اللي جابوه والناس اللي تبنوا هذا الفكر هذا. في حين ان العكس اللي كنشوفوا الناس اللي مبنيين هذا الفكر والناس اللي جابوا هذا الفكر كلهم جا معاهم غير المصلحه وبيناتهم كاين الفتن وكاين القتل وكاين دس السم وكاين امور اللي حنا تنعرفوا تاريخ الاسلام عامر بها. كاع الصحابه ماتوا مقتولين كاع ودابا المشكل كيقتلوهم المقربين ديالهم بحال الحسن ولد علي راه دارت له مرته اللي دارت له السم باش مات مرته دارت له السم باش مات. باش تشوفوا زعما الدين هذا اللي كيهضروا عليه والمكارم الاخلاق وهذه كيفاش كيلعب بالدماغ ديال بنادم انه الزوجه ديالك ولا الزوج ديالك السم يديروا لك في الماكله باش تموت وهو دماغه مرتاح وعادي وكيقول لك الله اللي بغى. دونك هاد الامور هادي صراحه راه دايره واحد الخلل كبير في التربيه ديال الانسان خلل كبير في الفكر ديال بنادم في الطريقه ديال التفكير ديالو اللي هو عنده عقله قابل انه يتحرر وقابل انه يبدع ويتلقى افكار جديده فهذا مزيان لكن اللي الدماغ ديالو مجلج بهذا الافيون هذا ما قادش انه يستوعب هذا الشيء هذا راه عنده مشكل كبير في حياته وعايش كما كيقول الاسلام اللي هو العكس عايش حياه ضنقه هي انك تكون هذا الفكر هذا واخده وقابله ويعني وعايش السعاده به انت عايش السعاده ديك السعاده المغلوطه كيقول لك انا صليت والله الا حسيت بالسعاده حيت صليت هذاك الشيء راه غير نفساني انا مشيت ضربت جريه كنحس بالسعاده اللي كتحس بها انت ويمكن اكثر اي دونك المساله نفسانيه لا 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 زياده ولا نقصان. الا كان علاش كنشوفوا حنا الناس الاخرين اللي ما عندهم لا دين اصلا ولا عايشين العلمانيه والمجتمع ديالهم عايش في واحد التناغم ما عندهمش مشاكل اللي كنعيشوها حنايا تغلبوا على الفقر اللي هو سبب كبير في المشاكل تغلبوا عليه بالانتاج وبالابداع ديالهم بتحرر المراه لان المراه ان فوا تبغي شي مجتمع ينهض لابد ان المراه تكون متحره وتخرج للعمل وتكون حره وتاخذ القرار بيديها ما يجيش واحد يفرض عليها الوصايه ايه دابا كيسمعوك صحاب الحي كيقول لك انت بغيتي العري بغيتي العهر بغيتي انحلال الخلقي بغيتي كذا لا بالعكس المراه ملي كتعطيها الحريه ديالها راه هي كتختار طريقها ماشي انت كتجي كتفرض عليها انت شنو بغيتي ايه والانسان ملي كيكون حر راه هو تيزيد يعطي للمجتمع تيزيد يعطي ولكن إلا كان تحت الضغط ديال شي أفكار مستعبداه فكنشوفو اللي كنشوفوه اليوم دوان مجتمعات اللي هي متخلفة كاين خرها الجهل كاين خرها الفقر كاين خرها الشعوذة والناس مغيبة عايشة في الوهم حياتها كلها مبنية على الوهم ايه هادشي اللي كنشوفو
دونك هذا الكلام هذا هو 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 نابع من الملاحظات كاع اللي كيقول بيان لير ولا اللي كنقول انا ولا اللي غادي يقول شي اخت من الاخوات ولا كما كان نابع من ملاحظات كتشوف مجتمعات اخرى كيفاش كتعيش والصيروره ديال التاريخيه ديالها منين دازت وكيفاش تطورات وحنا اللي مازالين بعادين على دوك المراحل مازال خصنا عاد نبداو فيهم هذوك المراحل باش نقدو اننا في الاخر نوعا ما نسبيا نعيش في واحد الجو اللي هو اقرب للواقع لان الواقع ديالنا مزري بزاف وخارج نطاق خارج نطاق الوعي ديال الناس الواقع اللي كنعيشو دونك عندك الحق في هادشي كاع اللي قلتي بغيت مسا الخير عليكم بعدا صباح الخير التوقيت لاباس كي داير بخير هاد القضيه ديال دوك اللي كيسميوهم الفتوحات اللي هما غزوات اللي هو في حد ذاته يعني اصلا استعمار هذاك واحد الموضوع ما تيحملوش دوك المشايخ وداك الشيء اللي انا ملي كتهضر مع ملي كيهضر معهم شويه كيقول لك فتوحات كذا كذا يعني هذيك داك المساله القبليه ديال انه هذاك الشيء كان عندهم في ثقافتهم كيتلكاو لبعضياتهم وكينتقموا بعضياتهم اش كاين بحال في المسلسلات اللي ردوا لهم سلعتهم ودابا جاو ينتقموا منهم وداو لهم ملي نفرض كاع داك الشيء ديال القبليه ولكن ماشي غتوصل بها المشارق والمغارب وكذا يعني كتعرضوا لبعضياتهم هي تما كيفاش حنا دابا مغاربه الريف كيتعرضوا للجنوب ومراش كيتعرضوا للخرين ولكن واحد الوقيته ولينا حنا كنديروا داكشي في تركيا يعني كيفاش حنا خليناها في الحدود تاعنا ومني كيبغيو يبرروها كيزيدوا كاينين شي ناس مساكن من نيتهم مقتنعين في داكشي بحال مثلا كتلقى اغلبيه الناس كنعرفوهم ولا والدينا وكذا يقول لك لا راه كانوا كيحرروا لي سكلاف لا راه دوك الاخرين كيحرروا دوك العبيد واش انت تتحرر العبيده باش تمشي انت تديها الناس ما يعني ما فهمتش دونك هذاك التبرير كان ديما ديال حتى الان دابا مثلا البلدان اللي دابا تيحاربوا بعضياتهم راه شي تيقول لك حنا كنديروا هذا الشيء لان هذوك حقرونا ولا كنردوا ارضنا حقوقنا التاريخيه ولا تيقولوا لك لا راه هذوك عندهم الارهاب ديما كاين شي حاجه كاينين شي بلدان لاغمي ديالهم مدخلين فيها الدفاع ديفونس فوسط السميه باش بسيكولوجيكمون تتقول هادو هي تيدافعوا على راسهم قادر دير ميوت عافاك داكور قادر سد المايك خلي جين تكمل وتفضل دابا مع منين كيطلع الواحد راه اوتوماتيكمون تيكون المايك محلول دونك اللي مولف هي كيطلع كيطفيه قلت لك اش كنقول قلت لك البلدان كلشي دابا تيقول لك دابا كاينين شي بلدان تيديروا ديفونس في بلادهم في سميت لارمي ديالهم باش نتايا كتسمع ديك ديفنس ارمي كتقول لا راه ديفنس فهمتي يعني ماشي اتاك دونك هاد الشيء دابا اللي كيحاولوا المسلمين يرقعوا بعدين بنادم تاخذ الغنائم وتاخذ كذا لا حيت هادو كانوا عندهم دي زيسكلاف واش انت فين ما تلقيتي شي قافله فين ما دخلتي على الناس عندهم دي زيسكلاف هادشي كلشي الناس كانوا عندهم دي زيسكلاف جيتي للمغرب فيه دي زيسكلاف دونك يقبلوا لكن هي فريمون ملي كتهضر مع دوك ديال الفقهاء دوك المشايخ راه ما تيعجبهمش هاد الموضوع لان عياهم يرقعوا ليه و فريمون سي غراف يعني دابا كاين واحد الفاكتور اخر ديال الاقدمي يعني الحاجه فاتت عليها 400 عام كتحس بها بيضوك حل فراسك قديمه هذوك الناس في شكل زائد المسلسلات دونك داكشي بنادم تيتخيلو بعيد وداكشي راه داكشي اللي داروا هذوك الاخرين دوك الرياض اللي فيها بيضوك حل راه هذاك الشيء هو اللي دار ديك الساعه غير الفرق دابا انه الناس دابا شافوه بالصوت والصوره راه هو الفرق انه داكشي كنتي كتسمعو تتخيلو مسلسل وهذا الشيء راه شفتيه في التلفازه هذاك الشيء هو وكما كيقولوا بلا بروف ما نض حتى واحد يكفرهم حتى واحد ما نض يكفرهم لان داك الشيء اللي داروا هو لا فغي فيرسيون ديال الدين اما هاد الناس اللي هما متعايشين يقول لك لا حشومه لا عيب هذوك هما فيرسيون لايت هذيك كوكا لايت وكوكا كلاسيك هذوك هما الكلاسيك جمجمه كما قلتي نادرو الواحد ما بغاش يخدم عقلو بنادم عنده بحال هذيك اللي طلعت البارح كتقول لك انا لست مأمورة ان اصدق انا مأمورة ان اؤمن واش بنادم تيقول لك انا ما مجزوماش نتيق يكون بصح ولا كاع لا يكون يعني بنادم فريمون هو تيقول لك انا بهيمه جاني تزيد باقي مع الهضره أي مع الأسف بالحق أنا متأكد بأن هاد
الافكار ولا هاد الافكار التحرريه كدير طريقه بالسيف ولا بالخاطر، يعني ماشي كنقدر السيف ولا الخاطر زعما توصل، انه كدير طريقه لعقول الناس باش ما الى الانسان دابا عقلو مجلج ولدو ما غيكونش عقلو مجلج، ولدو غيخرج كيفكر بطريقه اخرى، لان لي جينيراسيون عمرها ما كانت كيف كيف. ايه حنا راه عمرنا كنا كنتفاهموا مع والدينا في كل شيء، ايه كان اللي كنسمعوا والدينا كيقول واحد الحاجه كنتفقوا معاه في شي حوايج، حوايج كنختلفوا معاه، وكيبقى يقول لك انت مازال صغير وهذه بزاف الحالات راه هذاك باك مثلا اللي هو مقتنع راه دكا منك انت اللي شكيتي، راه ماشي مساله مجلج، مساله انه هذيك لا فيرسيون اللي كبر بها هي لايت، هي زوينه، هي هذيك الانسانيه اللي هو تيحسبو جاتو من 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 الدين، هذيك الانسانيه ما جاتوش من الدين، جاتو من اصله هكاك داير تربيته هكاك. يعني شنقول لك واش ولاد الهضره، لان كنبغيش نهضر على والديه وداك الشيء، ولكن وحنا جلست مع بابا، وبابا انسان كيصلي في الوقت مليح عنده 5 سنين وكذا، وماشي حين يعني والد ديالي، ولكن من قد كان الناس يتلقى مع مروح، ولكن لا فيكسيون اللي كبر فيها لايت. علاش؟ لانه حنا جلست ليه كنقول ليه دابا حنا وصلنا مسلمين كذا كذا كذا، قلت ليه سميت جدي، انا عارفه سميت جدي، حنا عندنا ديك اللعبه ديال ديك الشجره، سو كتجي كطل كتلقى جدي وجد جدي، عارفه الكنيات قدام. قلت ليه واخا الا طلعنا حتى لهادو وصلنا دابا النص ديال ديك 1400 عام، ودابا هذيك 700 عام الاخرى الا زدنا بها بشويه، اذا هذاك الاصل اللي بات جدك، فهمتيني، جد جد جدك قبل ما يجي الدين راه كان الله يعمرها دار. يعني دابا حنا عاقلين غير على سميت بانا وجدنا واحد 5 الناس ولا 3 ماكسيموم، ولكن كل واحد عاقل على داك اللي مات. اذا هذاك الاولاني اللي كان الله يعمرها دار واش الدين اللي وراه يكون الله يعمرها دار؟ هذيك كاينين شي ناس عندهم داك الشجره وداك الشيء، تقول لك هادو كانوا الناس مزيانين وكيديروا الخير زيد 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 مثلا بصفه عامه، واش دابا تجي الاسلام عاد تقول لهم اجي وليو زوينين؟ راه جاو لقاهم ديجا زوينين، وعرفتي شنو ما قال لي والو، بقى ساكت. يعني حس بيا كتيبا وانا كيبان ليا باش ما نريبش الحفله، قلت لي كيبان لي النص لو كريدي زعما على الكريديت على الدين، ولكن النص الاخر الانسانيه في الاصل ديال الواحد، وبقى ساكت. علاش؟ لان سي لا فيغيتي. واش دابا بنادم هاد الدين على شكل جد 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 جدك يكون الله يعمرها دار ويتهلا في الناس اللي حداه مثلا، هذا كمثال، ولا جداتك؟ دونك لو كريدي انا حاجه اكثر حاجه كتستفزني هو علمنا الانسانيه، واخا هادوك اللي كانوا الله يعمرها دار قبل شنو زعما كاين كان طاح عليهم الوحي بوحدهم فيرسيون جاتهم سبيشال اديشن. فين هي اللي كيقول لك استعبد الناس؟ فين هي الانسانيه في الدين اللي كيقول قتل واحد ما تيامنش؟ فين هي الانسانيه؟ خويا قادر خذ المايكو، اللي ما تقول ليناش بزاف ما مجوجاتش في المغرب والجزائر وخصهم يتزوجوا، راه العيال المراه حره وعندها داك الحريه الجديه. بقات لك خاطرك. لا بقاو فيه، بقاو فيه مسكين، بقاو فيك هي مين زاد. شكرا قادر، والله الا عندك قلب كبير، قادر عندك قلب كبير وبيض، الحمد لله يا ربي الله يحفظك. وي انا نخمم في الناس، فهمت؟ هذيك الانسانيه ديالك تتخمم في الناس، تفضل. هي الانسانيه سي بيان سور، والدين يقولنا هكا. المهم، ولكن اخويا سؤال اخويا قادر، كتخمم في الناس كتقصد المسلمين ولا كل شيء الناس كما كانوا؟ كل شيء الناس. جميل هذا كل شيء الناس، بصح المسلمين اخواتي، مسلمين اخوه في الدين، فهمت؟ واش غير المسلمين لإخواتك ولا والبوذيين والملحدين واللادينيين والمسيحيين؟ لا 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 هذو ما مش إخواتي في الدين. أوكي. أما نتعامل معك كإنسان. ودابا المصلحة ديالنا أنك تكونوا أنتم المسلمين، كتبغيو الإنسان ماشي غير المسلمين. واش لاحظتي كيفاش الاسلام دابا فرق الانسانيه؟ ما فرقش الاعداء، ولينا حنا ولا المسلمين اعداء ديال الاخرين. علاش ما علاش ما كتدعيوش مع مع الانسان ككل؟ علاش كدعي على المسلمين؟ اسمح لي
أفهمت فهمتني واش قلت لك؟ هذوك إخوتي في الدين، أوكي؟ أما أنت ندعم لك إنسانية، فهمت؟ وأخويا قادر، راه الإنسانية أكثر من الدين، الإنسانية لا لا الدين أكثر من الإنسانية. لا لا اسمح لي، أنا ما نتفقش معك هذه النقطة، تفضل كمل. معليش اختلاف يكون يكون. المهم أنا فهموا لي حاجة واحدة، نخرجوا من الدين قاع، خلوا الدين أكوتي. أنا دخلنا معكم في اللادينيين ولا إلحاد ولا شنو سميتي كما بغيتي، يا ترى نحلوا مشاكل البشرية ونحلوا العدالة ونحلوا الإنسانية أنت أخويا قادر ما غدخلش معايا، غدخل مع راسك، لأن أنا ماشي حزب وأنا ماشي دين، حنا كنهضروا على أفكار والموقف راه شخصي، الموقف شخصي ديال كل واحد فينا، هنا حنا ماشي جروب ولا فهمتني. اسمح لي تشوف ندخل مع راسي، واش قابل لك وندخل بلا انسانيه نولي ما نخمم في والو، نولي خمم في روحي برك، انا نفسي نفسي وحدي. واش نديرو مثلا انت طاحت لك 100 دولار ولا من جيبك وجيت انا خذيتها لك، واش حل الحاجه اللي تمنعني اني نردها لك؟ نديرو هاد التجربه في الجابون ونديروها في الجزائر ولا في المغرب ونشوفوا النتيجه. شو انايا بالنسبه لي انا ما عندي حتى دين، ما عندي ما نردها لكش، ما عنديش حاجه تمنعني اني نردها لك، فهمت؟ صديقي قادر، هاد التجربه هادي راه دارت ديال ان بسطنط يطيحوه ولقاو بان في دول مثلا مثل السويد مثل الجابون مثل هذه كيوقع يعني النسبه ديال اللي كيرجعوا بها الامانه الماليه كبيره. بغيت نقول لك حاجه، نعطيك تجربه انايا باش تديها في راسك مليح، روح ناحي الكاميرات وفي في لي سوبر ماركت في امريكان وشو اش يوقع، شوف الانسانيه مليح تولي تشوفيها مليح مليح. خضر شوف شي دابا الدين الدين ما قد شي حاجه في الاخلاق ديالنا، كنكذبوا كنشفروا كنغشوا كنديروا كل شيء في المجتمعات ديالنا، كناخذوا الرشوه يعني لا يعقل. واش الحاجه اللي تمنعني اني ندير هذا الصوالح؟ بلاتي يا كادر بلاتي، قلت لك دابا الدين بالعكس باش كتشوف هنا النتيجه، ما تقولش ما عندها حتى شي علاقه بالدين، النتيجه عرفتي علاش؟ حيت الدين كيدير الخوف، الدين كيخوف الانسان وتيقول ليه الا ما درتيش غتعاقب، وبالعكس كيدير ولكن اوميم طور خايف، كونسيمون خايف من جهنم، الخوف راه كيدير واحد ديزيكيليبر يعني عدم التوازن الداخلي، وما كيخليهش يعرف راسه هو كانسان وديك لومباتي ولي فالور عنده لي فري فالور اللي عنده الداخليه، وبان الا هو دار شي حاجه سيئه راه غترجع فيه، راه هو غيحس براسو صافا با، راه ماشي غيدير شي حاجه سيئه وغادي ينوض يصلي باش غادي يكفل على دوك السيئات، لا الانساني كيدير شي حاجه سيئه كتخليه مبرزط ما كيكونش بخير، وما غاديش يمشي حتى يديرها كاع، ولو يديرها غادي يصلح الغلط ديالو باش ما يعاودش يكررو، راه ماشي بحال المعتقد ديال المسلم راه عنده الحاج اللي غادي يمشي يغسل في عظامو وغادي يرجع داك الذنوب غيرجعوا للصفار، عنده الصلاه عنده الصيام عنده هاد المسائل كلها اللي غادي يقدر يعوض بها داك الشيء اللي دار كأغلاط، فهمتي؟ دابا الانساني عارف الا دار شي حاجه خايبه راه كيديرها لنفسه، حيت هو كيولي عنده لومباتي، كيولي كونيكتي مع الناس وعنده لومباتي، راه ما يمكنش يدير شي حاجه وهي ماشي من لي فالور ديالو، كيولي يثق في نفسه، كيولي يحب راسو كيحب الناس، راه الدين ما تعلمكش تحب راسك، تيقول لك حب الله حب الرسول، ما وهذاك الا ما كنتيش انت كتثق في راسك راه ما عمرك ما دير شي حاجه متوازنه في الحياه بصفه عامه، ولا هذا هو الفرق يعني لي فالور هيومان الانسانيه كتفوق بكثير وكثير وكثير على هاد الديانة. انا جو في بلو لوا، الدين كيعوق، الدين معوق، ولو النتيجه راه كنشوفوها. لا ماشي معوق، عندك 100 دولار نسرقها لك انايا وري لي الحاجه الخايبه فيا انايا،
عكس راني ندير في حاجه مليحه لنفسي، نخول لك 100 دولار ونروح نعيش بها مليح. ما غتعيش مليح دابا 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 هذا هو الخلط، راه ما غتعيش مليح. شي دابا شكون قال لك ما نعيش مليح؟ انا غنقول، انا غنفسر لك دابا. شوف دابا لا لا ماشي ما عندها حتى تفسير. شوف اسمح لي اسمح لي. ايوا ما بغيتش نعرف، ما بغيتش نسرق لك 100 دولار انا نروح نتفرهد بها يا خويا، نروح نشري ملابس ناكل بها نحوس. فين كاينه السرقه بزاف؟ فين كاينه السرقه بزاف؟ كاينه في المغرب والجزائر ولا كاينه في جو سي با؟ شوف انا ما نسمع هكا خصنا ما خصنا لا نقارن ما حتى مقارنه. لا دابا انت بغيتي تقول، بغيتي تقول واحد الاله غادي ينتقم ليك، واحد الاله غادي ينتقم ليك، داك اللي غيشفر لك مالي المال ديالك كاين واحد الاله غينتقم ليك ياك. انا غنقول لك، شوف غنقول لك حاجه اخرى. شكون اللي غادي ينتقم ليك؟ كنخول لك حتى 100 دولار. اه قلت لك دابا الشيء اللي بغيتي تقول انتقام. شوف شوف انا غنقول لك دابا، انا الا شفرت لك داك الفلوس ديالك واش انا غنكون اون ديكواسيون مع راسي؟ واش ما غنكونش غش؟ الغش الغش شي دابا لي فالور هومان الانسان. واش من غش انت يا دوك تدير لي 100 دولار تروح تعيش بها مليح؟ واش بيك تروح لي زوتي؟ لا غتعيش، ما غتعيش مليح، غتعيش مغشوش، غتعيش مغشوش ماشي في امان. فينا هو الغش؟ حيت الا شفرت لك انا 100 واش واش فهم دابا الا شفرت واش كنغش ولا ما غنغش؟ غش واش تغش؟ افرضها في نفسي انا 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 ولا دابا دابا انا انا الا شفرتي نتايا الفلوس غتغش مع نفسك؟ واش مع نفسي؟ نفسي تولي علامه طري طري بيان. لا ما دابا لا او كونترير غادي غتبقى دائما غتحس بالماليز، غتحس بالخوف، غتحس غتكره راسك. لا لا عكس، انت نخول لك 100 دولار نديرو نطرح له 100 دولار رجال نطرح ندي عليها 100 دولار ولي عاش بها الابيض. قادر من الرباط الوهران. الو قادر اسمعني اولا، بعدا باش يقول 100000 دولار 100 دولار يلاه غتعشى بها. دونك الى نقول لك واحد السؤال، دابا انت كون ما كنتيش، كون ما كنتيش مسلم غتشفر بضمير مستريح؟ دابا كنسولك استراحة عكس طري طري بيا تفتح لي المجال اني نسرق اللي جات في طريقي. وراها الحاجة، وروني الحاجة الخايبة وراهي. اسمع اسمع دابا هي كانت كتحاول تشرح لك انه كاين واحد الحاجة سميتها الضمير، كاين واحد الحاجة ملي كتجلس راسك مع راسك. انا سمعت واحد المعلومة صافي با لونطون صدماتني، قال لك شي 33% ديال الناس ما عندهمش انر دايلوغ، ما كيهضروش مع راسهم، ما كيفكروش. يعني هذوك الناس يا انا كنظن يقدروا يكون عندهم الميول ما يرجعوش راسهم. الناس اللي هما نورمال كيجلس مع راسو كيرجع راسو، كيجي واحد الحاجه سميتها الكومباس ديالو مغال ولا الداخل تاعو الضمير، كيجلس مع راسو تيقول دابا انا شنو درت؟ راه شحال واحد كتشوفو كما كيقولوا ليها تخرج العينين. ماشي ماشي لا في الدين، ما نهضروش حنا على هذا، بصفه عامه كيكونوا الناس بجوج هم مسلمين ولا بجوج يهود ولا بجوج ملحدين وتيخرجوا عينين بعضياتهم. يعني مثلا هو داير الحاجه وتيقول لها ما درتهاش ولا حتى هي، وتتشوف بنادم عينيه راه عايق راسو كيكذب عليك، ولكن الايغو ديالو مهم عنده انه يعترف. هذاك تخرج العينين وداكشي كيجلس بنادم مع راسو كيجلس كيمشي كيقول والله لا ضحكت عليه انا عارف راسي خايب، كيما بغى يكون دياني ماشي دياني واتيفر. دونك هي كتحاول تشرح لك انه كاين واحد الحاجه سميتها الضمير ديالك بينك وبين راسك، وداكشي اللي انت كتعرفو غلط او صح. كاينه عيب طلع واحد الحاجه للاحترام تاعك لراسك، كتقول انا اشنو انا لايك كبنادم واش فيا الخير ولا الشر. هذاك الشيء ماشي الدين اللي كيعلمو لك. دابا انت في نظرك كاع هادو المسلمين سواء في المغرب العربي ولا في الخليج ولا في ما كانوا، يعني زعما ما كيديروش داكشي الخايب حيت الدين منعهم؟ راه كتلقاهم كيديروا الخايب اكثر من الملحدين ولا دينيين. دابا انت في حياتك شحال من ديني ولا ملحد جات تعدى عليك، وشحال من مسلم تعدى عليك؟ شحال من واحد؟ طريب يا جين عندك اقناع مليح. هو دابا نطرح عليكم سؤال سيدي وجينو فسريه لي انت، واش نوري لي وراه الانسانيه والضمير وكما كنتي تحكي لي. انا ني فاتح بار، بار تاع شراب، بمشرب مضر بالصحه، صح ولا ماشي صح؟ هي مضر على حسب اش كتشرب وشحال. هيا وري لي وري لي وراه الضمير اللي راه حال بار وقاعد يربح في اما في المال ويدس فيه ويعيش فيه مليح. وري لي وراه المضر، واش قعد مع راسو قال راني نضر في عباد الله؟ واصبر انت قلتي لي حال، قول لي فين، قول لي فين
واش كتهضر لي، قول لي جغرافيا فين، لان دابا انت واش كتهضر لي على البلدان المسلمه المغرب العربي اللي فيه البيران كتار، ولا كتهضر على برا فين؟ قول لي بعدا فين باش نعرفوا حنا شكون هما لا ماجوريتي الشعب. انا ريليجن انا 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 نهضر على البشر كاع بكل جمعا كاع. وانا 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 جايك فرقيش ما تديريش ما تفرقيليش، ما تقولش انا كنسولك يلا كتمدح وكتقول كيقنع الانسان وجد ما ديريليش ما تفعليليش. صبر كما كيقول لك صبرت دي حاجه نقيه. دابا انت كتسولني على واحد البار وما كتحددش فين في العالم كامل، الضمير عنده ما عندوش، هذاك بيزنس مان، هذاك بنادم داخل بغى الفلوس. نجي انت اللي كتقول لي بان الدين كيمنعك دير الخيب، وقول لي علاش حلي اصحاب البيران كاملين في المغرب العربي وفي الشرق راه مسلمين، علاش هم مسلمين وحلين البيران الا الدين كيمنعهم يديروا حاجه خايبه ويضروا بالناس؟ بيسقسيك، انا طرحت لك سؤال وقلت لك على البشريه كومبلي، ما تجبدي لي لا مسلم ولا، انا قلت لك خرجيني خلي الدين اكوتي، خلي الدين اكوتي نديروه ما كاش. دابا ما تهضرش على داك الاسلوب بان راك ابو العريف، انا راك ناخذ ونعطي. لا والله ما ماكش لا ماشي اسلوب هذا، ما تقولي ليش ما ديريش، انت ما عندكش الحق تقولي لي اش نقول اش ما نقولش، وانا ما عنديش الحق نقول لك اش تقول اش ما تقولش. سو بعدا كاين اولا من اداب الحوار، ثانيا كتسولني واش اللي حل البيران واش الناس مزيانين ولا لا، واش هذا هو السؤال تاعك؟ قلتي انت يا راه عندهم ضمير وخاصك تجلس مع راسك ومنا وربي لي الضمير اللي عندها. دابا انت المشكل ديالك، دابا انت المشكل ديالك كتمشي فاهميني اش عندهم ضمير ولا لا. واصبر نجاوبك، دابا المشكل ديالك هو كدير واحد لا غيغل، كتنتقي لا غيغل كتطبقها فاش بغيتي فاش ما بغيتيش. اسمع مزيان وما تنقش عليا في الميكرو، انتايا كتسولني واش هما عندهم ضمير ولا لا. اي واحد حل بار ما داخلش بالضمير ولا ماشي ضمير، يكون ملحد يكون لا ديني يكون مسلم يكون يهودي، ملي كيكون واحد الحاجه كيديروها كاع الناس بشتى الديانات ديالهم او اللادينيه ديالهم، لاش اشنو هو المغزى عندك الا قلت لك كلهم بيزنس مان، كلهم رجال اعمال داخلين على قبل الربح، وهذيك الجريد وهذاك الطمع ديال الفلوس كاين في عابر القارات، تكون ملحد تكون لاديني تكون هندوسي تكون هندوستاني، كلشي هاد الناس بغى الفلوس، يعني هما كلهم كيديروها، المسلمين كيديروها المسيحيين كيديروها، لاش جاي كتهضر بحال راه غير الغير المسلم اللي كيديرها؟ تتكون نتايا كتقول جيب لي معلومات بان المسلم ما عمره ما تيحل البار، عاد جي سولني هذا السؤال، باش ديك الساعه انت غيكون عندك لو بوين ديال المسلم ما كيديرش هذا الشيء. لا فين الضمير ديالكم يا ملحدين؟ فهمتي دابا ولا مازال؟ سمحي لي خليني نكمل لك باش تفهميني، بالك ما فهمتينيش. انا ما كنتش ما كنتيش كتسمع دا ولي تا ما سمعتكش جبتي هم. انت ديما حسابك بنادم ما فهمكش، راك انت اللي ما فهمتينيش، راه هذا هو المشكل، راك كلني راه الناس بعيني طبعي، انت ما فهمتش كحسابك انا اللي ما فهمتش، كتسولني انا فهمتك، قلتي الناس داخله في قبل المالول بزنس. انا اقول لك ان انا كمغربيه كلشي صحاب البيران مغاربه، من غير الا كاينين دي لاونج وكذا فيهم دي بون مشاركين مع نصارى، انا نسول جين مسلمين اش جاب دابا تتخربق عليا دابا جين نسولو عمر بن الخطاب كان كيشرب الخمر ولا ما كانش كيشرب الخمر؟ خلينا نوقف لا مع جين من بعد نرجع لك لعمر بن الخطاب. لا مادام ان الكلام مادام ان كلامك على الخمر وكلام على ان الخمر مضر وهذه، عمر بن الخطاب كان كيشرب الخمر، الرسول كان كيشرب النبيذ. اوكي يعني جايك قبل واش اجي سمعتيني قلت لك خلي الدين اكوتينا، نهضروا كبشر ما نتعاملوا كانسانيه في بعضنا. واش انت ما كتفهمش انت من قبيله بصدعنا 100 دولار غادي دير بها الدار؟ واش انت اللي واقيلا واش ودابا انت جاوبتك بغض النظر على الدين، هذاك داخل انفستمنت ما كيفكرش غيضر الناس ولا ما يضرهمش، حتى هو تيقول حليت انا ما حليتش الا ما بعت ليهمش انا غيبيع ليهم الاخر، بنفس الطريقه باش كيفكر داك اللي كيبيع الحشيش ولا هذا، تيقول لك الا كاع ما بعتش انا اللي بغى يدبر غيدبر. حاول تفهم شنو هو لو بوين ديالك، انا راه جاوبتك واش غنجاوبك 6 المرات؟ ما كيفكرش في صحه الناس تو زامير تبغى الفلوس. ولكن انا ما فهمتش، اسمحوا لي ما فهمتش القضيه قدر، ما فهمتش القضيه ديال واحد عنده واحد البضاعه كيبيعها والناس غادي يجيو يشريوها من عنده باش يحتفلوا ولا المهم، وهو غادي يدير شي حاجه خايبه، خدام كيدير شي حاجه يعني ماشي هي هذيك،
هادي ما فهمتهاش، حيت هذاك اللي عنده بار وعندو كيبيع الشراب كيدا كيجي ياخذ ان فيغ وكيمشي دو فيغ كيسكو صافي كيدير لافيت. ولكن واش هو ولا لا واش هو مسؤول على داك اللي كيسكر؟ وا سيدي اسئله فاطمه يضر في الناس ولا ماشي يضر في الناس؟ يضر في الناس كلهم كيضروا في الناس. عندك الصح، كمل كمل شنو لو بوين ديالك دابا؟ اي كيضروا الناس كلهم كيضروا الناس وما لا خليني نجاوب وخلينا هجيتيني بالسؤال ديالك. كلهم كيضروا الناس، كاع الناس اللي كيبيعوا الشراب كيضروا الناس وبعده وبعده. كمل اشو باغي تقول شنو لو بوين ديالك؟ واش هو الفرق بينه وبين السرقه اللي خونا مليون دولار؟ ياك ذاك ضر الناس وذاك ضر الناس. دابا بغيتي نفهم انت شنو هو لو بوين ديالك، واش كتهضر على سارق ملحد ولا لا ديني ولا مسلم؟ انا بغيتي نفهم فين غادي بينا هادي 20 دقيقه يا اختي. شنو لو بوين ديالك؟ قلت لك راني نهضروا كانسان في انسان، انا وياك اشي ما تدخلوا لا الدين ولا الملحد ولا لا بعد شنو المغزى؟ ما مغزى الموضوع؟ المغزى انه اين اين المغزى اللاعبون؟ المغزى انه انا كينو اللي ما عندي حتى فصل ولا حتى حاجه، ما كان حتى حاجه تمنعني اني ندير فعل شين ولا زين. واش انت ها دونك تقول بان الدين هو اللي كيمنعك؟ نعم اللي كيمنعك. واعي عباد الله وافهم، انا غادي نقول لك هذه الهضره وغنسكت لان انا عييتيني. راه المغرب 99% مسلمين وصحاب البيران كلهم مسلمين، دونك شنو اللي منعهم هما هذيك الساعه ملي الدين ما منعهمش؟ علاش ما منعهم الدين؟ ها علاش؟ انا مشيت لك المثال بسيط عن الحياه الخاصه لاغلب الناس، حياتك الخاصه انت، انت كجزائري انا كمغربيه 99% الناس اللي كيدوروا بينا من غير اللي عايشين برا راهم مسلمين، ولكن كل واحد في الخبره ديالو شحال من ملحد وشحال من لا ديني ضرك مقارنه. يعني هذاك الدين ما كيضروك مسلمين وضروك مسيحيين وضروك يهوديين، ما يمكنش تجي تقول راه لا لو كان عندك انت يا حجه انه عمر شي مسلم ما ضرك ولا عمرك ما لقيتي بار شاريه مسلم اجي قول لي. انت دابا تهضر لي على انا مقتنع اسمعني باش نرد عليك باش نرد عليك. انا مقتنع انه كي مسلم يحل بار ولا يسرق ولا منا كاين عقاب وحساب غادي يتحاسب عليها. بصح انا كملحد ما كان حتى فرق سواء نخون ولا نسرق ولا والضرر واحد، والضرر واحد والنتيجه واحده. الفرق اللي كاين واش من ضرر واش من نتيجه؟ اصبر واش انا كنهضر فاش انت كتهضر هكاك. الفرق الوحيد هو كما عاد قالت لك قبيله ماريا انه هذاك اللي هو مسلم تيقول لك واجي نحل بيران تنشبع ونحل بواط تنشبع وغنمشي نضربها بحجه، اما الاخر حيت ما عندوش ديك الحجه فين غيمشي يغسل كل شيء هو اللي عنده الميول اكثر باش يستعمل الضمير لوجيكمون. وفهم واحد عنده هو تيقول لك انا ماي جاد از ماي كونشس ضميري هو الاله ديالي انا ما بغيتش نضر الناس. حتى فاش كيعاون الناس وكيدير فيهم الخير ما طامعش في الحسنات بحال اللي كيجمع تما في سيستم دو بوين وفي الاير مايلز، هو بغا غير يعاون الناس هي باش يشوفهم بخير، ماشي الاخر تيقول لك وقيل هذه اللي هتدخلني الجنه لا تدري اي حسنه تدخلك الجنه. هذاك هو الانانيه، اما اللي كيدير بلا ما يتوقع والو هذاك هو الانساني اكثر، والانسانيه اكثر من الدين. وأغلبية الناس اللي حالين البيران راه عندهم من غوليجيون سواء المسيحيين في أوروبا ولا أمريكا ولا هذا سواء هذا. حتى داك المسيحي تيقولوا ليه ما تضرش الناس وتيمشي تيحل البار، ولكن شحال من واحد كاع غادي تلقاه ملحد ولا لا ديني حل البار من هاد الناس كاملين اللي في المغرب مثلا؟ يعني انت الأرغيومون تاعك كيتناقض مع راسو وكيبزز. واش هذاك اللي بغيت غير نفهم واحد الحاجه اسمح لي القدر، واش هذاك اللي كيحل البار كيبزز على الناس تقول لهم اجيو شطبوا عندي؟ هذه حتى ما جاتني في شكل باش غادي تقارن السرقه بواحد الانسان حل البار، واش يقول لهم اجيو بقاو جيو لعندي بقاو تشربوا كل نهار وليو الكوليك حتى تضركم الكبد ويوقع لكم مشكل؟ لا ماشي هو المسؤول. بلاتي قارنتي هذاك اللي عنده بار مع السرقه. شتي الا سرقتي راه عرفتي شكون اللي كتنعش الايغو ديالك، والايغو ديالك حيت انت معك تكون ايغويست كتبغي غير كل شيء تاخذ الفلوس من عند الاخر كدير سطو، والايغو ديالك كيكبر. ملي تكبر الايغو ديالك فيك راه هو اللي كيألمك، راه ماشي ديال واحد كيكون ديكوريكتي الدين تقول لي راه غتعذب ولا لا، راه انت كتعذب راسك بيديك بهذاك لو جيست اللي درتي. ولكن بعيد عليك هذا الشيء حيت انت حيت الدين ما خلاكش تعرف هذا الشيء، الدين ما خلاكش تعرف راسك،
لو كنت تفهم راسك وتعرف راسك ما غتبقاش دير تصلح راسك. يعني انا ما تندوش عليك انت بصفه، هذا كندوي بصفه عامه، داك اللي كيسرق اللي كيكذب اللي كيغش اللي كيدير النميمه، هادشي كلشي الا درتيه راه كتغش مع نفسك. الا غشيتي مع نفسك الليغو ديالك كيكبر فيك، وهو كيسبب لك الالم والمرض والفقر وكلشي. المثال بلاتي قادر انا نعاونك، قادر هنعاونك بلاتي هنعاونك انا غنعاونك انا غنعاونك. مساء الخير. مساء الخير. كديرة ماريا الاصدقاء ديال لي فاطمه الزهراء، هذا قادر، هذا قادر، هذا بحال شي عبد قادر. هي فاطمه الزهراء. انا غير قادر في واحد الحاجه. المثال ما سمعناش سميره وسي، سمحي لي جايين راحت سمحي لي لا بغيت نجاوب على داكشي باش لا تفضلي تفضلي. ديك الساعه كان كاتشوف. بونسوار. اهلا سلوى، اهلا تفضلي جايين كملي. قادر انا غنعاونك، نقول لك المثال اللي درتي ديال شي واحد حل بار فيه الضرر، مثال غير موفق. لماذا؟ لان كما قالت لك ماريا البار كيمشي ليه بنادم ماجوري فاكسيني فايت السن ديال 18 ولا 21 كيدخل هو بغى يمشي لديك الحاجه. عادي غير نقول لك علاش. خذ لك واحد المثال اخر موفق، شي واحد كاينين الناس كيديروا هذا، انا شفتها قبل اون بيرسون برا. كيجي شي واحد كيكون في ساكن في البروميير الدوزيام ايطاج كيشرب اون بير كيلوح الجاج في الارض وكيبقى يشوف الفوق شي واحد غيتجرح به. قول دابا غادي تهرس الجاج وغتحطو غتشوف واش داك شي حد تجرح تشبع فيه ضحك ولا تعكل على داك الجاج وتشرح. غادي تقول واحد مسلم لا يؤذي الاخر، ما غاديش هذاك خايف من الاذى خايف من جهنم ما غاديش ما خايف من العقاب باغنو ما غاديش يأذي شي واحد. في حين غادي تجي تقول لي ملحد ولا كذا ما غاديش يهمو هذاك تضرر ولا لا. انجينا غنقول لك هذاك تيقول انا ما باغي نضر حد، انا جو في فيغ اي لاسي فيغ، الملحد ولا لا ديني. دونك هذا مثال، هذا فيه ضرر شراني، واحد جاي ما به ما عليه حتى صدق تجرح، ماشي واحد جاي يشري عندك يكونسومي ويخلصك وفرحان وشاناشط، فهمتي؟ اولا كما قالت لك على السرقه، السرقه كتغدي بها الايكو ديالك، انت بغيتي تنهب ديال واحد اخر ما غتقارنهاش مع واحد حل امباغ اللي الناس كيمشيو ليه بغاو يمشيو ليه، كيمشيو يجري ومع السبعه ونص قبل ما يتسد عليهم داك اللي كيبيعوا فيه عادي. هذا دونك بعدا خذ غير شي مثال اللي باين فيه الضرر، ماشي فيه الواحد بالاراده ديالو تمام. البار ما فيهش ضرر، راه قلت لك فيه الضرر. واش انت مني كتسمع عبد القادر؟ قلنا لك ممكن عافاك تدخل بلاتي كيديري له في تبريرات، هي راه كيديري لهم في التبرير وكيجي فيهم انهم يحلوا ليه. اش من برعتي شنو انت، انت بوغني فريمون ما كتفهمش. انا تنحاول نقول لك كلهم كيضروا الناس، ولكن هو داخل بيزنس، انت جاي عنده بالمحض ارادتك. انا ما كنبردش انت راك داخل بيزنس يا اختي جيم، انا ثاني داخل بيزنس. واش شغلو هذاك وهو بغى يدير فلوس، انت مالك؟ انا مالي، شغلنا فيه بحال داك اللي كيبيع كوكا، راه كوكا كدر السكر وكيبيع كوكا. لا سمحتي لي جاين دابا هو جالس. بغيت غير نسول قادر، قادر واش مشيتي للجمعه نهار الجمعه ياك؟ وي يا راك خليتي عقلك عند الفقيه. ميرسي. انا اخ قادر الله يخليكي، لا ممكن انا عندي واحد السؤال ليك نطرحه. انت دابا في الاول ديال النقاش ديالك طرحتي واحد القضيه، قلتي بان الدين غادي نحطوه دو كوتي ياك، سي سكو تو دي بون جو بو توتوي. ايه حطيه او كوتي. داكور. الوغ انت منين طرحتي السؤال ديالك وتكلمتي على الشراب وعلى الباغ تحديدا، راك مشيتي من منطلق ديني، علاش ما دويتيش على حاجه اخرى، على اي تجاره اخرى وذكرتي غير الشراب؟ هنا راك ما درتيش الدين دو كوتي، بالعكس نسولك صح نسولك دخلتيه 100%. نسولك لان كل ما كانتش عندك ديك المعتقد الديني اللي كيقول لك بان الخمر راه حرام ما غاديش تهضر على البار. سلوى سلوى وانا ندافع عليه واخا ما كيستاهلش، لان مره بس اسمعني الهجان ديال صبر 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 ودافع على روحك ما بغيتيش ندافع عليك، تسكت شويه.
هو ماشي كيهضر عليه حلال وحلا حرام، هو كيهضر عليه على مضر بالصحه، زعما بالمنطلق انه مضر بالصحه، فهمتي؟ هذاك الشيء اللي راه هي هذيك راه غير باسلوب اخرى، راه حنا من علاش هو حرام اصلا، علاش هو زعما الدين زعما حرمه، راه حيت هو زعما مضر بالصحه. دراسي من دابا الفقهاء من كيفسروا لك، منين كتسولهم علاش الدين حرم الخمر، تيقول لك لانه مضر بالصحه. وكيف قال السيد قبيله، سي فري كو الصحابه والنبي راه كانوا كيشربوا الخمر سقيفه تحت فتحت سقيفه بنو سعيده، بصح معروفه. ملي كتسولني في الاول قال لي انت في نظرك، في نظرك واش هو مضر بعد الصحه ولا لا؟ يعني هو التحرم كيقولوا ليكسكوز هي انه مضر بالصحه عليها حرموه تدريجيا بلا بلا، سي ليكسكوز اكزاكتوم، سي ليكسكوز. بات انا اش قلت لي في الاول فاش قال لي واش كيبان لك مضر، قلت ليه على حسب، ماشي مضر الى او موديراسيون، وعلى حسب شنو كتشرب. مثلا كي ياخذ ان فير دو فان في النهار ما غيضروش بحال داك اللي كل نهار كيشرب قرعه د الفودكا. دايوغ هو بقى تيقول لي كتبرر ليهم كديري، انا بغيتي نشرح ليه بان الى هنهضروا على المغرب راه 99% ديال صحاب لي بار سي دي مسلمون فينا. هو دابا النقطه ديالك انت اللي كتقول هذاك المسلم ما كيضرش. ايوا جوستمون، هو واحد كينطلق من منطلق ديني، سي اكزاكتومون سا، سي معتقد عنده ديني، سي بورسا كيبار الجوبا. انا دابا غادي نسولك، غادي نسولك اخ قادر واحد القضيه كاينه، علاه انت تحب واش كاين غير الشراب اللي كيضرب الصحه؟ راه اي حاجه انت كتظنها بانها احسن حاجه الماء الا كثرتي منه راه يضرك. اي الله، قلت لك كيف قالت الاخت جين، راه اي حاجه الا تخدات سان موديراسيون راه اصلا لو كور هومان ني با في باش يتحمل كل شيء ضعف بواحد المقدار كبير. سلوى جين خلينا لا وقت نسميو نقولوا مناضه، كاع المناضه صافي، المناضه المناضره كتضر. جان معلوم يا سير، صافي سلوى. عفاك نادغو، عفاك جيغي، زيد جوج دقائق على هذا الموضوع، بدو الموضوع راه نص ساعه وانت كتهضر لنا حل البار سد البار، وانت ما باغيش تقتنع، انت المشكل تاعك ملي كتناقش مع بنادم ما كتهضرش معاه، اصبر، ما كتهضرش معاه بان كاين احتمال راك غلط، كتهضر معاه بان كاين انت متاكد انت عندك الصح. هذاك الشيء نبقاو غير تندورو بلاصتنا، ما دخلنيش هنا نطيحو. لا لا والله والو، ما قنعتينيش بالاجابه تاعك، معليش قنع راسك، حتى واحد ما غيقنعك هنا، قنع راسك، قلب على راسك. اللي ما كتعرفش قادر هو ان الله عطينا رخصة للفساد. علاش؟ كيفاش عطينا رخصة للفساد؟ لأن الله يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. فالله عطيني رخصة أنني نمشي نشرب ندير اللي بغيت، غير ما نقولش الله، يعني القرآن ماشي من عند الله ومحمد غير كذاب والتخربيق هذا. إيه دونك الله يغفر الذنوب كلها إلا أن يشرك به. دابا المشكل ديالكم ما عارفينش الدين ديالكم أشنو فيه. إيه ما قارينش الدين ديالكم اشنو فيه. حنا كنهضروا لك على الصحابه والراسي، لان كيقراوه باللغه بالعربيه الفصحى اللي ماشي هي اللغه ديالنا الاولى، اللغه ديالنا الاولى الام هي الدارجه، ترجموا القران بالدارجه وغادي تفهموا مزيان. واش هذا سمح لي يا سلوى، واش هذا نزل هو اللي نزل، ما نزلو حتى واحد، لا ما نزلو حتى شي واحد، شو اللي نزل؟ كاين شي حاجه كتنزل من السماء؟ قال لك لا، واش ما نزلوش بيان لي، حيت بيان لي غوا بوحدو لي ادمين طالع السماوي، هذاك السماوي لا ما كاينش شي حاجه نزلت من السماء. نزل سمعي، نزل هو يكتب لك ما كاينش الجواب ياك، عرفتي فريمون بنادم اللي فريمون مقتنع ان ولو طارت معزه، هذا هو اللي طارت معزه، معزه قادر، لانه بصراحه كيحسب راسو دابا في حمنا، ما كاينش الجواب عندنا. واش بنادم نص ساعه هو تيهضر، دخلت راه ديجا ربع ساعه هو تيهضر في داك الموضوع، انا راه نادغوره كان هنا من الاول، انا ما فهمت والو. من كتهضر مع لوجيك مو تتقول لي واتس يور بوينت، شنو هو المغزى عندك دابا انت؟ يعني دابا واش ضرر؟ اه جيت قلت ليه ايه كلهم خايبين، كلهم بيزنسمان كيفكر غير في جيبو بحال اي واحد داير اوزين. زيد واشنو واللي بعده؟ تيقول لك ما جاوبتينيش، كتبرر ليهم. دابا هذا دابا فين غادي بعدا بالسؤال؟ ودابا شو ايوا راه شكون اللي عندهم لي بار؟ شكون اللي عندهم لي بار اي لي ريستورون لي لي بيسترو في المغرب؟ شكون جاك اي دانيال؟ راه كلهم غالبا جين. جين راه الدين اللي في بوغ سا، اللي في باش يكلخ العقول، اي وصل ليه فعلا، راه ايزون غيوسي ا لو فير. انا بغيت نعرف شكون اللي كتب هذاك الكتاب، مو ستان جيني
il est en train de se foutre de notre gueule زعما من بعيد هذوك اللي يقولوا عليهم لونيفير راهما جالسين كيقولوا عليهم لونيفير داك الاي اي راهما جالسين كيضحكوا علينا الضحك ديال النيت حنا دي كلون بالنسبه لهم القران هما مجموعه ديال الناس وعبر دي جينيراسيون القران ما تكتبش كما تيقولوا 23 عام والواحي والتخربيق هذاك اللي كيعاودوا عليه ما نو با دي تو بيان سور القران تكتب على دي جينيراسيون وهاد الجينيراسيون راه داموا حتى 200 سنه يعني كل جينيراسيون كانت كتجي من الخلفاء كانت كتزيد ولا كتنقص على حسب المصلحه ديال السلطه أيه. وكثر الشيء العباسيين فوالا راه معروف هو نزل على 25 عام راه واحد النهار قلت جونغ تكتبي غير نص صفحه بوندون 25 عام تخرجي ثلاثه ديال الكتوبه زعما جونغ في نفس ديك الكونتنت هذاك ثلاثه ديال المجلدات جي بنادم واحد الايه نزلات باش انت تزوج بهذيك لا منين قضى منها منين سال منها زعما زايد تزوج بها انت من بعد كتبها عليهم لهم انا بوحدي فيكم اللي زوجني الاله من السماوات اش سي كوا قلتي تستوارات ولا جاو عرضتي على الناس وجاو كلا وقلتو كيهضروا مع مرتك وتقرصتي ومن بعد ان الرسول النبي يستحي والله لا يستحي وانكم احرجتم واذا اكلتوا انتشروا ولا تستأنسوا للحيديت ولا تتزوجوا دابا كنت قراها بواحد الطريقه اللي ما فيها لا تجويد لا داك الصوت الزوين لا حتى حاجه بحال هكا ولا هو راه ترجميها غير للدارجه وغادي تشوفي ترجميها غير للدارجه ديك انتشر ديال داك ترجميها غير للدارجه دونك عرفتي سيري قلبي على سبايا او طاس سيري قلبي على سبايا او طاس شوفي الشرح ديالها راه كاينه غير في جوجل دابا لا ما تقلبي تصوري دابا انت قلتي انت هادو اللي داروا هذا كيضحكوا علينا لا هو اللي كيضحك هو واحد الا كانت هذاك الكونسيبت ديال الواحد فاش كيموت كيديكومبوزا لو كور والسول الروح ديالو كتبقى تسافر غيطلع من الفوق ويضحك علينا ولان داكشي جاب من كيسو باش يسلك راسو واه ما يمكنش واش انا بغيت نفهم واحد الله اللي خلق المجرات كيهضر على ميغي قال انا ما كنبغيش نهضر عليهم انا براسي بقى هو الحيض والحيض وعاد شنو كتقري لك الحيض في القران زعما سير خصنا نفهموا شنو هي ديك لا نوسيون بعدا خصنا وي ودها له خصنا نفهموا بعدا شنو هي ديك لا نوسيون ديال الله راه عندها واحد المعنى كبير لان بعدا كاين المعاني اللي هي مقلوبه عندنا بحال دابا ديك بسم الله الرحمن الرحيم راه ملي كنقولوا الرحمن راه كنهضروا على الجهاز التناسلي ديال الرجل والرحيم راه كنهضروا على الجهاز التناسلي ديال المراه بسم الله يعني بصمة هذاك الإله الماتريكسي فهمتي اللي كيشد الروح وكيديرها في 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 في, في الرحمن باش كتدوز للرحيم وحنا عارفين لو كوغومان كيفاش كيتصنع راه سي اون كرياسيون تكنولوجيك فهمتي كي كومبليتوم اللي هي دي اوتمون تكنولوجيك واش انت ملحدة قرآنية لا ولكن انايا دارت هذاك الشيء مزيان وفهمته وعرفت دو كوا يل سو روتورن اي جيمري بيان كو الناس يفيقوا باسكو يونا مار وي وي باسكو يونا مار باسكو يا بوكو تشوز ديجا راه الواحد خصو يفهم بان منين كيغادر هاد الارض وكيمشي لواحد اون ديمونسيون راه بصح كيتسال ومنين كيتسال كيلبقوا له لي كارمو تيعاود يرجع سمح لي قاطعتك باسو في راه لا كونسيونس ديالنا الي كابتوري دون لو سيرفو ميوت سلوى قولي دير ميوت هذاك اللي تحت من حدا نضرو راه كيعاود الصوت عنده وي باسو داكور ها هو ديال مايك دونك بون وي ماريا نقولكم بون نوي نقولكم بون نوي انا صافي بديت كنطفى ومتشرفه بسلوى المهم كنعرفكم كنعرف جين كنعرف الاخوان كاملين وسلوى حتى من بعد ناقشوا انا وياك الموضوع ديال لي في دي كونسيونس دابا سمعت قلتي واحد الجمله وشوي انتريس زعما انا ملي مهتمه بهذا الموضوع يعني شحال هذه avec plaisir انا راه جو سوي انرجيتيسيان اي جو سوي كوتش Je suis life coach. Très bien, très bien. Ça fait deux, trois phrases, je vais vous faire. À la prochaine alors. Merci. Yalla, je vais vous faire. Yalla, d'accord. Je vais vous faire, Maria, l'énergie. Je vais vous faire. 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 Je vais vous faire.
يلا السلام عليكم. شكرا. سلامة ماريا، باي باي، صبحي على خير. صبحي على خير يا ماريا. اهلا بيا الليل، مساء النور. فاطمة الزهراء كي داير اختي؟ صافا لاباس، بخير الحمد لله. شكون سمحوا لي، شكون نزل قادر وما هاش يديك صاحبي؟ اما نزلو تا واحد، نزلو تا واحد، نزل بوحدو ولا طيحو وقيلا؟ بوحدو وقيلا، والنقاش ديالو راه اصلا النقاش ديالك قادر صراحه صراحه النقاش ديالك عاقيم. لا لا باقي باقي مغيب، باقي باقي ما جاش الوعي ديالو. It's exhausting. بيان لي غيور واي، it's exhausting. 35 minutes of nonsense. راه it's exhausting. حنا كندخلوا زعما كنجلسوا ساعتين ثلاثة السوايع، بغينا شي حاجة فن، فهمتي؟ والله كتخلي شغلك باش واش غديري؟ راه مجلج، راه في الخدمة بزاف. ولكن there are other people، والله there are other people. انا كنجاوب على السؤال وكيعاود يقول لي ما جاوبتينيش، ولات كيشككني في ودني في عقلي. واه it's crazy. معليش فكري فكري. قادر غادي تخدم معنا عقلك شويه يا، وغادي تنسى داكشي اللي مكتوب وداكشي اللي سمعتي، وغادي تحاول. سمعتي كي قلت لها؟ قال لك معليش هي حاولي تفكري. كتقولي حاولي تفكري، شوف انا راه ديما مأدبه، اليوم نفرق عليك انت الاول، اليوم غادي يسمعوا شي حاجه عمرهم سمعوها فيا. خدمي عقلك معليش، كي راك تفكر انت، وانت اللي ما فاهمش، كاع الناس غالطين وانت بوحدك. والله غير راني نعامل فيك باحترام. طيحتي ليا ودني. ايوا راه انا تقول لي واه حاولي تفكر، انت اللي خاصك تفكر. اما انا جاوبتك واحد كتقول لي شحال في الساعه كيقول لك الجوج، كتعاود تقول لي شحال في الساعه كيقول لك الجوج، كتعاود تاني اش بغيتي اكثر؟ صح. معليش معليش، قادر قادر غير باش ياسان جيبوا الامور غير بلاتي هي. قادر قادر، اجي نهضروا على الدين، خلينا من هذا النقاش ديال كتحاول انك تجيب حجه، ولكن ديك الحجه ماشي هي اللي ما ساكول با، ما عندهاش واحد لو سونس. عندك المايك محلوله بيان لير وكتعاود الهضره. اوكي غادي نتفاهم. بيان لير مور لايف. لا لا حيت داير البلوتوث. داير الهوبارلو. ولا ما داتوش الصوت كيكون قليل اصاحبي. انا راه حيدو جين جين جين، عندي واحد المساله دوك نخدم جين. صافي راه هضرات معاك، هضر معايا انا، هضرات معاك جين. صافي هضر معايا، معليش نهضر معاك حتى انا. ديرو خلي جين، خلي جين بعيده لحقاش هضرات معاك، ولاني ما فهمتيش الهضره ديالها. انا غنهضر معاك هضره اخرى، ما عرفوش تفهمها ولا ما تفهمهاش. عندي مساله يا خويا، قلنا انا وياك، قلت لك انا الصحابه كانوا كيسكروا. اسمح لي اسمح لي، على الخمر انا قلت لك اللي جابوا الدين، اللي جابوا الدين كانوا كيسكروا. دابا انت واش عارف هذه النقطه ولا ما عارفهاش؟ عارفها 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 مليح. هو ملي عارفها شنو زعما مخليك تدافع على الفكره هذا؟ وانا قلت لكم قبيله ثم باللي ما فهمتونيش، قلت لكم خلوا الدين اكوتير وغنتحاوروا بيناتنا كانسانيه وكضمير وكذا وكذا، فهمت؟ الا مساله غادي نطرح عليك مساله ونروح نحلها انا وياك والجماعه هنايا، يدخلوا ويعطونا. انا نقدر نبقى معاك في هذيك النقطه ديال الانسانيه، ولكن تمشي معايا. انا كنقول لك مثلا السويد ولا الجابون ولا دول اللي هي غير دينيه فيها ناس اكثر اخلاق من المسلمين، اكثر اخلاق منهم، تيحترموا والديهم اكثر من المسلمين. انا عشت في الدول اللي كنهضر لك عليها، كنهضرش من الفراغ، كاين ما كنهضرش من الخوا. إيه دونك ما تجيش تقول لي لا راه ما كيديروش ما كيفعلوش عندهم انحلال خلقي، لا عندهم اخلاق وما احسن من المسلمين. إيه معليش بصحتهم يا خويا، حنا رانا تزيريين. لا ماشي معليش وبصحتهم، هذا الواقع، هذا الواقع. الدين كيفسد ماشي كيدير. صح واقع. معليش عندي مساله نطرحها عليك ونروح نحلوها حنايا في بعضنا هنايا، وان شاء الله يا ربي ندو كاش حاجه مفيده معنا، فهمت؟ يلا سير. مساله على العداله. جيت انا واحد صاحبي، خلونا من الدين، خلونا انا مانيش نحكي لكم في امور تاع الدين، راني نحكي لكم في امور تسرى الحياه الانسانيه. نديرو انا واحد صاحبي قتلنا شي وحده ولا واحد ودفناه ورحنا تفركتنا انا وياه، غير انا وياه اللي على بالنا، فهمت؟
وشكون اللي يجيب حق هذيك الميتة؟ شكون اللي يجيبو؟ يا كان غادي تعاود ترجع باش هي تقتلك. ها؟ ويت الذي كفر. غادي تعاود ترجع باش هي تقتلك. لا لا ماشي هي، لا لا هذاك إجابة ماشي صحيحة هذيك. فين تتعيش؟ لا والله لا صحيحة. ياك عندها حق تعيش ولا ما عندهاش حق؟ تتعيش في الغابة قادر. قادر. أه؟ قادر. تتعيش في الغابة. لا لا ماشي في غابة صغير يسراه هذا صوالح. تتعيش تتعيش في دولة. هذا صوالح اختي فاطمة. لا بس خليه شو تعيش في دولة أنت. دولة. أنا عايشين في دولة وي. وفيها قوانين هذه الدولة. أنا فيها قوانين القانون خبرك وش يدير. على بالك بلي راه الناس اختاروا القانون باش باش يتعاقب الإنسان. كاينين أدلة. خليني خليني. تشريح. هات سمحي لي سمحي. ما كاين لا تشريح ولا أدلة. تعرفي واش يدير سمعتي ما عمرك شفتي الأدلة تيصيبوا الناس أدلة غير من مفقودة. غير من الميت تيصيبوا الأدلة وتيطلعوا المجرم شكون هو. ما صعيبش هذه مش غنتسناو ما غاديش يسيبو غادي يديروا غادي يديروا حاله. انا فهمت قادر تيقول لك اوكا واش غنتسناو زعما واحد الفقي غير سمحي يا سلوى حتى واحد ما يعرفش يغيب لينا دماغنا يغيب لينا دماغنا ونامنوا في الاوهام تنموتوا باش باش يدخل باش تدخل جهنم ويعاقبك واحد واحد الكائن وهمي. فاطمة الزهراء فاطمة الزهراء شكون اللي كتهضر دابا فاطمة؟ راه فعلا انا فاطمة راه كاينه جهنم ولكن خصنا نعرفوا شنو هو المعنى الحقيقي ديالها ماشي داكشي كيف موصوف في القران. راه علاش تروحوا للدين يا خويا جاوبوني في هذه علاش تروحوا للدين؟ ترجع هي سلوى خلينا من هذيك الفكره ديال اش تعني وهذه نساليو بعدا مع قادر. وجهنم راه كاينه غير في العقول ديال المؤمنين وفي العقول يا اختي انا ما يا اختي واش انا جبت لك جهنم ولا الاسلام؟ ايوا شنو بغيتي تقول انت زعما يا بلا قتلتو هذيك المراه وما شافكم حتى واحد اشنو بغيتي توصل زعما شنو باغي توصل؟ كمل لي القصه. المراه شكون يجيبو فهميني في حق المراه شكون يجيبو؟ ياك عندها شكون اللي يجيبو في نظرك انت يا هاه قلنا في نظري انايا اه ما على باليش انا راني نخمم انايا هذه جاتني فكره في راسي قلت انا كيف هذو زوج ما كاش اللي عاقبهم اللي قتلوا هذا الانسان يعني انت شنو باغي توصل له؟ لا دابا حنايا الا فكرنا بحالك كيفاش بغيتي هاد الانسانه هذه يجيب ليها شي واحد حقها؟ انا ما فهمتكش واش باغي تقول زعما الله خاصنا نامنوا بواحد الله؟ لا لا ما قلتلكش الله ما تدخلي ليش للاسلام يا فاطمه قلت لك ما كاش الاسلام قلعوا كاع الاسلام ماشي دينا دايرون انا قلت لك القانون جاوبتك القانون غايدير حاله مفقوده ويقول لك راها قيد البحث واش غايدير لك القانون؟ راه الا بقيتي انت يا والد الاب ديال هذيك البنت اللي ماتت الا بقيتي فاتح القضيه وبغيتي راه غادي يصيبوا شكون هو اللي قتلها تبقى روشارش تبقى روشارش عندنا قانون اصاحبي راه حنا عندنا قانون تبقى روشارش راه تنمشيو بالقانون راه البشريه فاطمه راه كتفهمي فيا واحد القضيه اللي سميتها القانون كاين الحبس كاين البوليس فهمتي هذه ما كانش يهضر عليها الله والرسول ما كانش يقول لنا البوليس مرة كيتهم فيا بالهضره ولا واه الحبس فهمتي كان على العبيد وكان على القتل ما كيتهم فيا بالهضره كيتهم فيا بالهضره جاوبيني غادي يديروها روشيرش غادي يديروها روشيرش ما يديروها حتى حاجه روشيرش قضيه مفتوحه حتى تبان الملابس هذوك ما بان حتى واحد انا وصاحبي دبرناها في الارض وماتت هي راه وانا وصاحبي تفركتنا وخلاص شكون اللي غايجيب لها حقها وريه لي شكون قلنا لك الله هو اللي غياخذ لها حقها قلناها لك ما سمعتيش ما كاش جواب قول لي ما كاش جواب الله الله اللي غياخذ لها حقها الله لا لا ما تروحوليش لله خلوه اكوتي وخلو الاسلام اكوتي الانسانيه هادشي اللي باغي تسمع انت هادشي اللي باغي تسمع رانا جاوبتك انا راه قلت لك القانون اصاحبي اش بسمعتي انا قلت لك دارها روشيرش قانون يا اختي فاطمه القانون دارها روشيرش قضيه روشيرشي اسمع اسمع دابا هو جاوبك وقال لك الله ياخذ لها حقها وانت جاوبتيه كما كتقول لي قبيله ما كاينش الجواب عندكم واش جواب الله ياخذ لها حقها ماشي جواب ماشي نفهم انا واش هذا ماشي جواب جاوبك ما فهمتش دابا انت بحال عرفتي على الناس قلتي لهم واش هتجيو تعشاو عندي ولاد لا قالوا لك لا قلتي لهم ما جاوبتونيش قال لك قلنا لك لا ما جاوبتونيش يعني شنو انت عندك واحد الجواب في راسك حنا خاصنا نخمنوه
قولها لينا من الاخر، اجي حاجيتك ما جيتك عندي واحد الجواب في دماغي، شوفوا واش طيحوا فيه ونديروا واحد الدوته. بنادم قال لك الله ياخذ لها حقها، شبغيتي كثر، كيفاش ما كاينش الجواب؟ واش تامنوا بالله على راسك ولا راك واش راك كامل شرب شي حاجه بصحتك؟ ها قولها لينا، تامنوا بالله. اييه اييه نامنوا بالله، ها اييه اه اه ما هذا هو الجواب، ما كاش الجواب اخر من غير الله. خلاص واللي يسرق واللي يسرق ويدي وما كان حتى واحد شافه، الله غادي ياخذ له حقه. واش فهمتوني يا عباد الله ولا مازال؟ مازال ما فهمناك. ما عندكش الحق تقول واش فهمتوني يا عباد الله، بحال قاعد الناس مجلجين وانت قاعد اللي فاهم يعني لا لا والله ماني فاهم، والله ماني فاهم. وحنا كلنا غنقولوا لك حل كل شيء، حل المايك وكلنا نقولوا لك في نفس الوقت واش انت فاهم ولا لا، وتسمع داك الايكو ديال الاصوات كاملين. شنو هو الاسلوب ديال واش راكم فاهمين ولا لا؟ واش انت طالع شي منبر كتقرينا؟ جاوبك قال لك صافي نيكست، راك ساعه الله ربو انت كتهضر، ما يمكنش غادر ساعه وانت نفس الموضوع. يسبب ما نقدرش نكون ملحد هكاك. اسمع اخويا نقول لك، دابا انت جايب فكره باش توصلنا بان الله كاين، قلنا لك الله كاين، ايه صافي، كاين شي حاجه اخرى؟ ما كاش، كاين العداله الالهيه هي اللي تفصل بين الناس، فهمتني؟ هذا هو النقطه اللي حبيت نوصلها لكم، كاين عداله الالهيه هي التي تفصل بين الناس، بوان فينال. تخرج من 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 الاله تيه، ما تعرفش وين تمشي. تدوي يا قادر على العداله الالهيه هنايا في الدنيا ولا في الاخره؟ كتدوي عليها هنا في الدنيا، في الدنيا وفي الاخره، كل شيء ياخذ حقه. لا في الدنيا، في الدنيا ما بان لينا والو اخويا، ما بان لينا حتى شي عداله في الدنيا. معليش تديها في الاخره يا خويا. دونك ما كايناش في الدنيا. ها؟ ما كايناش في الدنيا، ما كايناش العداله الالهيه في الدنيا، ما كايناش. انت حر هنا فوق الارض، افعل ما شئت. ودابا كتراوغ، انا جاوبت بصراحه ولكن انت كتراوغ. خاصك غير تتفق معايا في واحد الحاجه، هنا على وجه الله. واش متفق معاك؟ ما كايناش عداله الهيه، فهمتي؟ هنا على وجه الله عداله الهيه، عداله الهيه ما كاينش. كاينه في الدين العداله الالهيه، كاينه في الدين، في الدين. هذيك عداله، هذيك عداله قريشيه. قريشيه. لا لا ماشي قريشيه، قادر قريشيه. هذوك غير قريش كيديروا العداله. واش العداله هي ضرب المراه؟ واش العداله هي سبي المراه؟ واش العداله هو تدي جهنم وتبقى تحرق فيها بنادم؟ دابا قلت لي انا في ميزك كاين قتل المراه فوق الارض تما الروح عادي. لا قريش كيهضروا، قريش عندهم واحد الدين وثني كيعبدوا الحجر الاسود. قريش عندهم واحد الدين، وانت يا كتصحاب بان خالق المجرات، راه ما كيهضروش على خالق المجرات، كيهضروا على واحد الاله وثني سميتو الله، هو اللي سميتو الله وسميتو الرحمن الرحيم الملك القدوس العزيز المهيمن والواسع والماكر وداكشي. اذا هذا اله خاص بقريش، لا علاقه له خالق هذا الوجود. خالق هذا الوجود عندنا 5000 ديال الناس ما دفنوا في التراب. حتى شنو هي كتدفن في التراب؟ كيطيح لك التراب وكتبدا كيدخل لك في المناء، ما كتقدرش تتنفس، كتنفس التراب. فينا هي العداله الالهيه السي فلان؟ ما تاخذهاش هنا العداله، ما تاخذهاش. فين كان الله ديالك فجات كورونا؟ شي حاجه ريسون الله شفناها على بالك. الا كانت شي عداله، اولا الوجود كله، الوجود كله مبني على انعدام العداله. بيان بيان، سبع كياكل غزال الله تزاد. فين هي العداله الالهيه؟ الوجود كله خدام تفرقيع، هو اللي خدام في هذا الوجود. كل شيء شي كياكل بشي، الدمايات حنا كناكلوا الحوت، ناكلوا اللحم، هما كياكلوا حتى هما الحشرات، الكواكب كتفرقع، كيتزادوا مليار كوكب، كيتحيدوا مليار كوكب، الروينه نايضه في لينيفير. تجيتي في واحد الكوكب سميتو الارض، لقيتي فيه شويه واحد البروبابيليتي ديال الحياه، وبغيتي دير بان هذا راه الاله الخالق هو اللي
الا بغى يهضر ما غاديش يهضر من الصحراء صاحبي. زعمتي كاين اليوناني يجيب لهم الى اسمعني اسمعني الى حاجه ما تفهمها ماكش فاهم حاجه يا بيان. اشنا هي الحاجه اللي فهمتي انت؟ اشنا هي الحاجه اللي ما فهمتش انا وفهمتي انت وفي عمرك 6 سنين؟ اسمح لي اسمح لي والله. لا يا حنايا العداله اسمعني اسمعني العداله انا باش تتحقق هنا فوق الارض في المشي في اشراب اشرب دابا. علاش الله غادي يحقق لك العداله؟ علاش علاش انت غادي يحقق لك الله العداله؟ علاش غادي يحقق لك العداله؟ علاش عطيتي الله هاد لو دوفوار ولا دوفوار عندكم نتوما ان الاله غادي يحقق؟ يعني بحال نتايا كتعيط على شي محامي ويدبر لك على العداله، الله ولا خدام عندكم؟ الله ولا مدبر على راسه ومدبر على خدمه معاكم؟ هذه هي ارتكاسيه اللي كندوي عليها، كيتسنى والله يحل لهم المشاكل ديالهم. ماش وداك الشيء علاش فاشلين في الحياه ديالهم فوالا. السلام عليكم. كنظن الاخ قادر هود يعني هو ما شوف اوكي هود وكيعاود يعني يطلع بوحدو يعني هو منذ البدايه كيحاول يجزر. انا عرفت فاش قالت لي الاخت فاطمه الزهر يعني كاين قوانين وضعيه وقوانين يعني فهمت، ما حاولش يعني يقنع بالقوانين هذا وكيحاول ما امكن يجركم الله. وانا كنت عارف المفهوم ديالو في الاول بان حاول وهو غادي يلقى معضله حتى خصو يحدد طبيعه هذا الاله واش من اله، لان كاين كما قلت يا الاخ ديال اللي فيه اكثر من 4000 اله فهمت. وحتى لا مشى للاله ديال القران خصو يحدد هذا الاله يعني، وحتى الله ديال القران يعني مساله غنمشيو للمساله ديال القضاء والقدر. اذا ما حد فيه يعني هذا الله غادي تاخذ واحد يعني غادي يعاقب هذا الانسان هذا، علاش اصلا غادي يعاقبه يعني ما تم فيه قضاء وقدر؟ ونفس الاله هو تيقول لك ما تيقول لك مثلا ما اصاب من مصيبه في الارض ولا في انفسكم الا في كتاب من قبل، او اللي تيقول لك مثلا ان كل شيء خلقناه بقدر. يعني ما حد هذا الاله هو اللي قدر على هذا الانسان باش يقوم بديك الجريمه، علاش غيعاقبوا اصلا يعاقب ذاك الانسان؟ لان كل شيء مقدر فهمت. وهذا يعني سؤال بسيط ولكن الانسان المتدين ما كيفكرش فهمت، تيحاول ما امكن يبقى يجرجر ويجرجر ويقول لك لا ما كتعنيش ا وبي ما كتعنيش بي وسي، واخا قاعد يدير اجوبه ما مقنعه ولكن هو ما عنده الجواب في دماغه يعني ما يقدرش يعني واخا تشرحوا ليه بألف طريقه ما يقدرش يتخلاك الجواب اللي فراته هو، لان عنده واحد الجواب قنعاني. العداله الالهيه امون الى سمحت لي في اطار العداله الالهيه يعني كتلقى بنادم يعني معاق ولا مهم تخلق في واحد البيئه ولا واحد الزمان اللي هو ما اختاروش. تماما تماما. وشوف هي في ايات كثيره مثلا تيقول لك لا تشاؤون الا ما شاء الله، ولا تيقول لك مثلا هو الذي خلقكم وما تعملون، يعني هو الذي خلقكم وما تعملون، يعني هو اللي خلق كل شيء وحتى العمل ديالكم يعني. مقدر بان غتوقع، والله هو اللي عاطي امر، لان الله كون بغى يعني، لان هو تيقول الله يهدي من يشاء ويضر من يشاء، ما كانش اصلا يخلي الجريمه توقع كاع. شكرا. لا يعني غير في اطار ديال السيد وي وي كونادرو بخير. سفيان توا طلع نشوفوا شنو بغى يقول. السلام عليكم الاخوان كلشي بخير هاني صح لاباس. اهلا صديقي تحياتي. انا في الحقيقه اول مره كنطلع في شي لايف وعندي واحد المعلومات ربما تكون جديده الاغلبيه هنايا، ما عرف ربما كاين اللي غادي يكون عنده معلومات في هذا لو سونس في الاتجاه، وهو ديال هاد الظواهر الميتافيزيقيه ولا الظواهر فوق الطبيعه. يعني كاين بزاف تاع نقولوا حنا الديانات اللي انا بالنسبه لي يعني كنعتبرهم ماشي ديانات، بحال مثلا البوذيه ولا الهندوسيه ولا
كاين واحد الحضارات في أمريكا الشمالية ولا أمريكا الجنوبية وجزر الهاواي، كاين حضارات وكذلك الصوفية في الإسلام. واش خدام كتسينيالي ولا اش كدير؟ أنا لا لا ماشي كنت شكون كيسينيالي، إذا شي واحد آخر كيسينيالي. دونك جمجم الا ما كتسيوليش جمجم. اه نجمجمو هي. ما حشت انا شفت لي كومونتير تاعك فاش كتهضر على الكارما، قلتي هذا هضروا لي على الكارما، قلت لك الا جبنا ليه الكارما غنساليو مع نهار الخميس. دونك الاشكال اللي كاين وهو بالنسبه لي حيت انا ربوبي طاقي، يعني نظرا للابحاث اللي كنت درت وداك الشيء عرفت باللي انه بالضروره هذا الكون عنده واحد النظام، يعني كاين واحد الوعي حيت هذا الشيء داخل في قانون فيزياء الكم، باللي كاين واحد وعي كوني هو اللي سبق الكون واللي احنا جزء منه، يعني احنا كبشر جزء من بحال قلتي هذه القوه الالهيه، يعني او لا او بصيغه يعني بصفه اخرى او بصيغه اخرى احنا جزء من الاله، وحنا عطانا الاختيار، يعني باش اختيار ان احنا يعني التجربه الارضيه هذه يعني احنا اختارينا نعيشوها، والدين احنا بحال ملي جا الدين احنا كنا ربما قبل الدين كنا مزيان كنا بخير، كانت البشريه يعني عايشه واحد المستوى بحال اختيار باقي شويه، الدين ملي دخل كان يعني بفعل فاعل، يعني هذه راه مؤامره بحال قلتي واحد المؤامره قديمه ديال الاف السنين، ربما كاع يعني الاف السنين، يعني خلاص تكون شي ما عرفش بالضبط اللي بغات، يعني الانسان يعني هي بحال قلتي كاين واحد القوى خفيه هي كتستمد الطاقه يعني من يعني باغا الانسان يعيش واحد الخوف، يعيش واحد يعني يكون سو كونترول بالعربي، يعني يتحكموا في البشريه ويهبطوا ليها يعني الطاقه ديال يعيش انسان في واحد المخاوف باش يعني من مصلحتهم هما، يعني الدين جا ك يعني الهدف ديالو هو انه يخوف الناس باش ما يزيدوش القدام، وباش هما يعني بحال قلتي باش هما يستغلوا ديك الطاقه ديالهم. بالنسبه لهاد الظواهر ديال يعني الميتافيزيقي وهذا، يعني كاين تجارب بزاف ديال، لان انا بحثت بزاف هاد السنوات، انا كنبحث في هاد الميدان هذا، يعني راه يعني هاد الظواهر يعني الميتافيزيقيه ولا الفوق الطبيعيه، يعني راها الناس الاوروبيين وهادو راه يعني فاتونا، يعني داروا تجارب بحال واحد السيد سميتو نيكولا فخيس، سان فرونسي نعرف ان بيلج ممكن كيهضر اون فرونسي، نيكولا فخيس داروا يعني هو كان كيدير دي فيديو في يوتيوب تيقول بلي انا هادشي عادي انني كنكون جالس في المدرسه من صغري، يعني كنخرج من الجسم ديالي وكنمشي نشوف كنمشي نشوف مثلا جداتي ولا والديا في الدار شنو كيديروا، ملي كنكون يعني كنكون بحال كيحس بالملل في القسم. دونك ملي كيحط من بعد ما بدا كيكبر عرف بلي هذا الشيء ماشي بالنسبه يعني في يعني عادي بالنسبه للاغلبيه ديال الناس. يعني الاشكال دونك العلماء بداو كيتانتريساو، كاين واحد دو سيونتيفيك اللي عيطوا ليه وداروا دي زيكسبيريونس وداروا واحد الكتاب، لونساو داك الكتاب ديالو وداروا دي فيديو في يوتيوب، وفعلا ملي داروا التجارب لقاو واحد النسبه يعني كبيره من هذوك لي زيكسبيريونس كيقول لي انت مثلا عندك هذه الملكه انك تخرج من الجسم ديالك، لا كتخرج لا كونسيونس كانك ديالك باش تشوف شي حاجه بحال كما قلتي
شواف يعني كيخرج لا كونسيونس ديالو باش يشوف شي حاجه اللي بعيده على يعني ربما بعد مرات دي كيلومتر. حنا قالوا ليه غادي تشوف لينا غير انا غنديرك فواحد اون شومبر وفي لوتر شومبر باغ اكزومبل غادي نشوفو مثلا غنديروا ان بي سي ولا اون ايماج ولا شي حاجه وحاول تشوف لنا هذيك ليماج. يعني داروا دي اكسبيريونس فهاد لو سونس وفطاهم واحد يعني ماشي 100% ولكن واحد نسبه كبيره ديال نجاح التجربه. يعني كيعطيهم بحال عطاهم تقريبا شي 70% ديال مهم واحد النسبه ما بين 60 و 70% واش كتهضر على اوت بار اكسبيرينس يعني الناس اللي كي اوت اوف بودي اكسبيرينس ايوا كاين شي دليل عليها سفيان؟ ما كاينش شي دليل مليح. اخ سفيان واش كتهضر على لي سورتي دو كور ولا لي فواياج استرو ولا لي مور لي اكسبيرينس دو مور ايمينونت؟ لا كنهضر غير يعني تجارب ديال الخروج من الجسم ديال هاد وي واش كتهضر على لي فواياج استرو ولا على لي مور ايمينونت؟ لا ماشي لي مور لي مور ايمينونت غير بحال لي فواياج استرال. فواياج استرال يعني السفر النجمي. يعني كتهضر على السفر النجمي ولا السورتي اور دو كور اوت اوف بودي اكسبيرينس السورتي اور دو كور. واش انت كتهضر على لو غيف ايفيي باسكو راه كاين باسكو كاين بزاف ديال لي زيتاب اللي كيخرج اللي كتخرج فيهم لا كونسيونس. اي باش نكونوا غير باش انايا باسكو جيمري بيان كو لا ريبونس سوا ديريجي فيغ لا بون كيستيون. الوغ يا لي سورتي دو كور داكور ولكن راه فيها لو فواياج استرال فيها ليكسبيريونس دو مور ايمينونت وفيها لو غيف ايفيي داكور هادو كلهم سو سون دي سورتي دو كور داكور باش نكونوا متفاهمين. شاك اكسبيريونس ايت اونيك على اي حال شاك اكسبيريونس ايت اونيك. هاد الطرح هذا وهاد الافكار هادي بالنسبه للنقاش في الدين وهادي صراحه هي انا شخصيا ما عنديش مشكل. الانسان يعتقد اللي يبغى. المشكل فين كاين هو فاش كيجي كيفرض عليك العقيده ديال كيبغي يفرضها. بالنسبه للناس الطاقيين ولا اللي كيامنوا بالكارما ولا هذوك ناس عندهم واحد النظره شخصيه شنو كيوقع على وجه الكره الارضيه شنو كيوقع للناس داكشي. احترامي ما عنديش مشكل. انا مشكل مع بنادم اللي كيجي وتيبغي يفرض عليك عقيده وماشي ماشي يعني خاصك هذيك العقيده ديالو هو اللي يعني تيفرضها وما كيبغيش التحرر في الفكر. ما كيبغيش انك تكون عندك افكار مغايره وكيحاول كما كنشوفوا كاع في المجتمعات كاين ديك السلطه المجتمعيه الناس كيقولوا بالدارجه ديالنا ما داخلين السوق راسهم. بنادم ما داخل السوق راسه بنادم داخل لك في حياتك وكيحاول انه فرض عليك حوايج بطريقه او باخرى ودائما كيبدعوا في هذه الامور هذه كيبدعوا ما ايوا هذيك مساله ايغو ليغو وي سي ليغو. دابا الدين كيدير كيرجع ليغو كيضربوا في مليون بيان سور ديال بنادم بيان سور. دونك انا بالنسبه لي بيان سور يا انت ما كتشوفش بان في القران راه نفس كنهضروا على نفس الشخص الله وابليس راه نفسهم راه واحد بحال قلتي وجهاني لعملت هي بالنسبه للطاقه تنقولوا باللي مثلا الشيطان راه اون فريكونس ولا هذا وديو باغ اكزومبل سي نوتر فريكونس او ماشي بلوتو اون انتيتي بلوتو دي انتيتي بلوتو دي بحال قلتي دي انتيتي انتيتي حاجه اخرى عاوتاني ملي كنقولوا انتيتي في الطاقه كتعني حوايج اخرين دونك دي زوتر هي هذه انرجي اون انتيتي سي كائن سي كائن سي ان اتر Parce que maintenant, le principe de Dieu, nous sommes une partie de Dieu. Nous sommes un jour de l'homme. Mais le Shaitan,
راه سي كونتر باغ اكزومبل هو بعد داك ابليس في القران شابو ليا ديال الشابو ديالي ليه لانه هو الوحيد اللي وقف في وجهه هو الوحيد اللي هو الوحيد اللي 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 خرج بعد ادم من 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 داك لا زون دو كونفور ديالو هو اللي دار حوايج زوينه في داك القران ابليس صراحه بحال الا الانسان بحال دخل وسط بحال صراع دخل وسط صراع ما بين الخالق وما بين هذا دونك كيبان باللي كاين شي حاجه ملي كنشوف القران كيبان لي بان الله هو الشيطان ابليس هما بجوجهم بحال بحال انا غادي غادي نشتيهم دابا انا مسلمين انا راه ما نكرهش نسولهم انا عندي ليهم اسئله نسولهم بسؤال مزيان كيفاش كيفاش اول مره انت كتعاود ديك الخرافه ديال خلق ادم ياك وداك ابليس انت هو اصلا ياك كتقول شحال من مره وكان من الجن يعني هو ماشي ملك اصلا زعما هادشي دابا حنا الخرافه نمشيو غير مع الخرافه وانت ملي كتامر الملائكه يسجدوا لادم منين ابليس ما شد شي نطي درتي فيه ياك انت كتخاطب الملائكه اش داك الابليس هو ما سجدش لان ما امرتيش هو اصلا ماشي ملك هذه الاولى الثانيه من بعد سخطتي عليه وقلتي ليه انت يا من المغضوب عليك عليك انت سير انت من الضالين سير انت راك في جهنم كي دار دخل الجنه عند ادم وحواء وكلهم من الشجره الممنوعه وداك داك التخربيق والتزربيق انا نمشي معاهم غير في التخربيق ديالهم بحال زعما راك امن بداك الشيء نعطيهم غير هذا السؤال هذا كي دار دخل الجنه وي كاين راه ما كيطرحوش ما كيخدموش عقلهم واحد المعلومه اخرى حيت انا عندي بزاف ديال الانفورماسيون ومشتتين شويه عاد خصني نجمعهم بالنسبه لهذوك راه هاد المعلومات اللي كتقول كما قال لك قبيله ميستر راه ما كاينش دليل عليهم ما كاينش دليل علمي غير المساله انا راه الانسان اللي كيعتقد بشي حاجه ولا هادي ما عنديش مشكل اللي كيجي يفرض شي حاجه هو اللي كنقول له لا كيجي يفرض عليك شي حاجه لا هادي راه هادي خصك تتبعها خصك تكون بحال هكا كما كيدير حتى هذا غير رايي حنا اللي بالنسبه لنا حنا هادشي ديال فهاد العلم ديال الطاقه ولا هذا هاد الاجتماع دابا حنا مجتمعين بالنسبه لنا حنا ماشي صدفه سيتي اون كوانسيدونس ويعني حتى الحياه ديالنا يعني حنا اختارناها قبل ما نجي ودوك المرشدين الروحيين يعني ايطاب بار ايطاب قلنا ها شنو غادوزو منه الى اختاريتو هذه ها من يعني حتى في الاخر حنا كنوافقوا بكامل الاراده ديالنا باش ندوزوا هاد الاكسبيريونس ديال في الكوكب الارض دونك هاد الشيء يعني كيجربوه دوك الناس اللي داروا اكسبيريونس دو مور ايمينونت اللي قالت سلوى كيجربوه وكيعاودوه غير هو من خلال يعني حنا الاصل ديالنا ماشي حيت كاين دو لوميير هاد كاين حنا واحد لا لوميير لي فوس وسمح لي سي سفيان نقاطعك ندير اون بارونتيز انا راه جربت ديك لا موري مينو داكور جي ديجا في ليكسبيرينس داكشي باش داك انايا دونك عندك داكشي علاش عندك شي معلومات كنعرفها عندي معلومات انا كانوا عندي المعلومات دابا اللي عندك انت هي اللي كانت عندي هي اللي بديت بها في الاول ولكن من بعد من بعد avec mes expériences avec mes recherches دابا توصلت لدي ريزولطات ديزون ديفيرون المهم حتى واحد ما احسن من الاخر وكيف قال سي اللي دوا قبيله نادرو جو كخوا سي سا انا ضد ماشي ضد ماما احنا ما كنكونوا ضد شي حاجه كنكونوا نوتر مي سي فري كو حتى واحد ما يفرض عليه الاخر شي حاجه وهي ما كايناش حقيقه مطلقه حتى واحد ما يقدر يقول انا عندي لا فيريتي ابسولو ما كايناش هادي
غير كل واحد عنده حقيقته وكنحاولوا نتجمعوا في الوسط كل واحد يشارك بحقيقته وفي الاخر نلقاو شي حاجه دو لوجيك هي اي واحد غادي يتقبلها وتريحوا. عثمان طلعتي سد المايك، سد المايك على ما تكمل سلوى وتفضل. المهم ان في الاخر نلقاو واحد الحل ولا واحد الحقيقه اللي ما غاديش تكون بيان سوغ مطلقه، لان ما حدنا حنايا عايشين فوق هذه الارض وحنا مازالين دائما في داك البحث الدائم على 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 الحقيقه، وهي المعلومات الحقيقيه راه هي اللي كتوصلك من الروح ديالك. الروح اللي هي عباره عن معلومات، مجموعه معلومات كونيه فيها كل شيء، فيها لا سيلول، فيها لاتوم، فيها لي فوتون، فيها كل شيء، فيها كل شيء، وحنا مكونين منها. دابا انا دخلني في فضول يا سلوى، بغيت نسولك شنو باش كتامني في الروحانيات دابا؟ اش من نيفو، اش من شرحي لنا. وديجا بعدا خليني الا بغيتو نشرح لكم غير ان تو بتي بو، غير نعطيكم نبذة على شنو هي لا سبيريتواليتي، باسكو كاينين بزاف الناس اللي كيخلطوا ما بين لا سبيريتواليتي ولا ريليجيون. On ne peut pas être spirituel tout en étant religieux. Ni être spirituel et être religieux. C'est deux tout à fait différentes. Les din fait dette ou le crédit. Karma c'est ça dit. La spiritualité, d'accord. وديك لا سبيريتواليتي شنو هي لا باز، ولا شنو هو الهدف منك؟ هو انك تفهم هذه الحياه شنو هي، وانك ما تصدرش احكام، وانك تكون عندك واحد الذكاء عاطفي كتقدر تتعامل به مع راسك في لي سيتواسيون، وتفهم علاش كتعوز من سيغتان سيتواسيون، وتشوفهم بواحد لو ريغار اللي هو بالبصيره ديالك، ماشي بالعينين، ماشي بلا بانسي ديال العقل اللي هي ايغوني، ماشي اللي هي منطلقه من دي زيموسيون ديال الصغر وعقد ديال الصغر ودي سوفينير دو باسي اللي كيصرو عليك وعلى تي شوا. كتولي كدير سيتادير كون بارلا دو بروغراماسيون، كتولي انت كدير غراس على سبيريتواليتي اون دي بروغراماسيون ديال داكشي المعلومات اللي خديتي واللي ما بقاتش صالحه لك وما بقاش كتخدمك. وهادي ما يمكن ليش بحال دابا انا نقول لك المعلومه لا دي بروغراماسيون ديال لي نوفيل بونسي هما اللي غادي يصلحوا لك انت. نو با دو تو، انا ممكن نتقاسم معاك ولكن سون بوغ اوتون تفرض عليك لا انت خذ هذه هي اللي تصلح لك. سي تادير كنت من غادي تقوم، ممكن انا نعطيك واحد النصيحه ولا واحد المعلومه وانت تمشي تقوم بالتجربه في حياتك، تكون عمليه تطبيقيه، وديك الساعات انت تحكم على راسك واش هاد النصيحه ولا هاد المعلومه اللي عطيتك صالحه لك او با. فوالا هذيك الساعات بناتي اصدقاء معنا محمد طلعت هو بغى يقول شي حاجه. محمد راك معنا؟ انا اللي طلع جديد كنشوفو جديد كنهضر معاه كنقول له تفضل الا بغيت تقول شي حاجه. مرحبا، كيف الحال هذا؟ بخير امور ثمانيه تش مسموع ياك؟ وي وي الصوت مسموع. اول مره نطلع في شي لايف نعطيك الله يجازيك. عندي واحد السؤال الاخت سلوى، لكن ممكن تجاوبني؟ ماشي واحد، بزاف اسئله اللي كانت جاوب، حيت سمعتها تكلمت على المساله ديال الروح وعطاتها واحد التعريف. الروح عطيتها واحد التعريف، لكن ممكن تقول لي التعريف ديال هذا الروح منين استنبطتيه ولا منين جبتيه ولا منين قريتيه؟ إذا نسمع، إلا عندك شي مصدر تيعرف الروح يمكن تشاركي معنا. هذا العقل، السي العقل كيهضر معايا متشرفين. لو مونتال، شوف المعلومات والمصادر ممكن تلقاها في الكتوبة، في الفيديو، بزاف ديال الحوايج، ولكن أنا غادي نقول لك واحد الحاجة. المعلومه الحقيقيه اللي كتجيك انت لكل واحد، كل واحد حقيقته. انا عطيتك هذه المعلومه يمكن تكون خاطئه، يمكن انت عندك معلومه الاخر عنده معلومه الاخر عنده معلومه، فهمتي؟ المعلومه ديالي انا منين جبتها سي النتيجه ديال
ديال لي دي 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 ريشيرش بيان سور. سلوى عافاك محمد كتب شي تعليق، كتب كتب شي تعليق محمد، كتب تحياتي، كتب شي حاجه اللي بدلش كتبها، كتب شي حاجه، كتب مرحبا نكمل تفضلي. سلوى وي مي اوسي مي اوسي من مي بروب ميديتاسيون. نعطيك واحد الملاحظه اسمحي لي، يعني واخا تكون يعني في هذه كتحتك كير شويه المايك. لا الا سمحتي، الا سمحتي الاسم ديالك. لا لان السيد قال لك نجاوبو. انا سالتها وباقي تنتظر الجواب ديالها، طولتي شويه في الجواب للاسف. بغيت جواب شافي وكافي ومقنع لدرجه ما، واخا ما غاديش نلقاها عندك. نقول لك علاش. لا دابا محمد دابا شوف، خليه يكملها مستر الله يرحم الوالدين، خليه يكملها صاحبي، خليه يكمل هضرته. نهضر؟ وي وي كمل. لان الكلمه ديال الروح من الاصل ديالها منين جات؟ هي جات من واحد ايديولوجيه دينيه، فالمفهوم ديال الروح كنعتقد انا انها ما كانش عندنا شي حاجه اسمها روح، حتى جا ربما الديانات اللي جاب لنا هذا المصطلح ديال الروح وبدينا تنبنيو عليه مسائل اخرى اللي كما ذكرتي انت يا استاذه سلوى، المسألة ديال الروح وربط فيها في واحد الوقت باللاوعي بطريقة غير مباشرة. المهم حتى الروح المعنى اللي جاب هاد الروح، هاد الكلمة ديال الروح اللي قالها ما عطاش ليها معنى. يعني في القرآن ويسألوك ويسألونك عن الروح قول الروح من أمر ربي وما أجد من علم إلا قليلا. إذا هنا ما كاينش معنى عندنا. اللي قال اللي جاب لنا هاد الكلمة ديال الروح لا في عند يهود ولا في عند المسيحيين ولا عندنا حنا كمسلمين، ما عندهم ما عندهم هما كمسلمين، انا ماشي مسلم انا ادري. فاللي جاب لنا هذه الكلمه هذه ما عطاناش الشرح ديالها، فكيفاش انت قدرتي انك تجي هذا ما عرفتش، انا ما عرفتش منين جبتي هذا الشرح ديال المعنى ديال الروح بهذا الشكل اللي قلتيه انت، وتا اسلاميا ما عندهاش شي معنى. وممكن نعرف شنو هي الحاجه اللي ديرونجا اللي في التعريف ديالي، لان شفتي واحد الشيء والتعريف ديالو ما كاينش لا يوجد. يعني كيفاش بغيت نقولها لك، بغيت نقولها لك بمصطلحات فهمتي غلط، بحال عطيتينا واحد المعلومه خاطئه، عطيتينا معلومه خاطئه. يقدروا الناس بزاف مع خاطئه كي عارف احنا ما نعاودش ما نحتاجش نقول لك زعما الحرات التفكير ديالنا كيف داير، ما تنقلب لك ما حتى شي حاجه، كيما تنشدوا ديك الشيء بغيت تنحتفظوا به وتنطرحوه كذلك بغيت. الوغ ما كاين مشكل. فاذا كانت عندي دونك المشكل ماشي عندي، دونك المشكل ماشي عندي، لا انا نقول المشكل عندي. علاش؟ حيت انت عارفه انت الناس مع بعض في المجتمع في الجامع، وانما المجتمع ما عندوش وقت باش يبحث، باش يمرض راسو، شي حاجة جاهزة موجودة فهمتيني، ما يحمقش راسو بزاف، ما يقلبش واش بصح ماشي بصح. علاش تلقاو حنايا عندنا نسبة الجهل كبيرة بزاف لدرجة التصور، رغم ولكن حنايا إلا ممكن نجيبو واحد شوية ديال لا لوميير، علاش لا؟ علاش كنرفضو حتى داك اللي كيدير الخدمة وكيجيبها لنا جاهزه؟ علاش عرفتي علاش سلوى؟ لحقاش ما كاينش دليل. راه قبيله قلت انا هذا الكلام هذا ديال الطاقه وديال السفر الروحي، الروح كتخرج من الجسم وكتمشي لبلاصه اخرى، ما كاينش دليل، مجرد كلام. علاش؟ لان كاع العلوم اللي هي علوم تنهضروا العلوم التجريبيه اللي هي خاضعه دارت عليها تجارب في دول متعدده وخرجوا بنفس النتيجه، ما عمرها هضرت على هذه المساله على انها علمية وعلى انها صحيحة. بالعكس دابا ولاو العلماء لي سيونتيفيك اللي كيهضروا على هادشي دابا. المهم هذا نقاش صراحة ما كنبغيش ندخل فيه، لحقاش العلوم اللي كنهضر عليها انا ماشي العلوم اللي كتهضر عليها، كاين السيونس كاين لي بسودو سيونس. البسودو سيونس دوك ناس كيحاولوا انهم يعطيو كينطلقوا واحد التجربة علمية دارت ولكن كيقلبوا لها النتيجة، كيحاولوا يعطيو واحد التعريف ولا واحد
الاستنتاج اللي هو ماشي منطقي لذاك النتيجه اللي خرجت. خويا عثمان سد المايك على ما توصلك النوبه ونعطيوك تهضر. سد المايك اخويا عثمان، عندك الصداع. غير واحد القضيه انا نضيفها للاخ محمد ياك اللي طرح السؤال. امين انا ما كنتفقش معاك منين كتقول لي بانني انا غلطه. علاش؟ ماشي حيت انا، ماشي ايغو ديالي هذا، ماشي ايغو اللي كيهضر معاك. علاش ما متفقاش؟ حيت ما تيمكنناش نقول على شي واحد غلط او عنده الحق. انا قلت لك كل واحد عنده حقيقته. دابا اللي قبل واحد الحاجه كيشدها، اللي ما يقبلهاش كيرفضها. ولكن سان فو با دير بان هذاك الانسان ملي كيقول واحد الحاجه راه ما عندوش الحق. غير انا ما اتفقتش معاه سي تو. دونك ما يمكنليش نجزم ونقول هذاك الانسان راه غلط، لان انا ما لان من انت اللي قلتي هذه الكلمه، انت براسك راه ما عندكش الحقيقه المطلقه. ثانيا انت خدتاني الدواء على الدليل. حنا ملي كنهضروا على الدليل راه اوني بيغمون دو باسيونس لو سيانتيفيك، مي البرهان سي اوتر شوز. ماشي لا سيونس منين جبتي الروح في السيونس؟ وحاجه ثانيه البينه على وصول على من يدعى، ماشي علي انا، انا داعي وجود الروح ولم افسر الروح ولم اعطي رايي في حتى شي حاجه تتعلق بالروح، لكن انت جيتي تتكلمي على الروح، عطيتيني تفسير الروح، قلت لك عطيني دليل على التفسير الروح منين جبتيه ليا، بقيتي تدخلي وتخرجي ما عطيتينيش دليل. اوكي ماشي مشكل، دزت معاك بلاتي. انا باقي دابا تنسولك، الله يحفظك وينجيك ويخلي لك العزاز عليك. انا بغيت الدليل على هذا التعريف اللي عطيتينا دابا للروح، انا بغيت دليل عليه فين قريتيه. صافي انت داعيتي ان الروح موجوده وكذا وهذا التفسير ديالها، واش انا بغيت دليل عليه؟ انا ما طلبتش حاجه باش انت باش انت بعدا واش كتامن بها ولا لا؟ شكون؟ لا علاقه الايمان بغير الايمان. دابا انت تتكلم معاك عطاني دليل على الروح، اش داك الايمان ديالي؟ انا عطاني دليل على وجود الروح. هاد التعريف اللي عطيتيه انت ديال الروح عطاني دليل عليه، منين جبتيه؟ صافي سؤال يعني سهل، ما يحتاج. ما كانش عندك دليل اعتذري وقولي ما عنديش دليل نبحث عليه ولا كذا وغرس ليه ليا، ما كانش عندك دابا ولا كذا، لا باس فهمتي. المهم هاي الكره عندك. لا انا ما عندي لا كره ولا والو، حنا جينا كنتذكروا كنعطي المعارف ديالي، اللي بغى يسمع مرحبا، اللي ما بغاش على خاطره فهمتي. انا جو نسوي با لا في المحكمه. داكور ما كاينش دليل، غادي ندوزو لعثمان راه طلع بغى يقول شي حاجه. تفضل عثمان. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته، تحيه طيبه. الصراحه هذا الشيء عندكم تيضحك. واش نتوما مالكم ومال هذا المشكل ديال الروح؟ شنو المشكل عندكم مع الروح؟ تيبان ليا ناس ما تيامنوش بشي حوايج باش يناقشوا فيها. واش تتامن ما تتامنش؟ سير اخويا امن بداك الشيء اللي تتامن به، كل والايمان ديالو. ياك قلتو كاينه حريه، علاش تفرضوا نتوما الافكار ديالكم على الناس اللي تيامنوا؟ وتا واحد ما غادي يفرض عليك. ملي تدخلي معايا للنقاش غادي نحاول نقنعك ولا تقنعني. فرض قنعتك هو هذاك، ما قنعت ما كاين لا فرض لا والو، راه انت الشخصيه ديالك والمعطيات ديالك والتكوين ديالك ولتي يفرض عليك واش تقبل شي حوايج ولا ما تقبلهاش. ما تتامنش لا تعبد شي حاجه اخرى، سير الله يسهل عليك عبدها. ولكن انا ما غاديش ندخل معك في نقاشي، لكن انت تتعبد شي حاجه اخرى سير عبدها. الروح علميا راه ما يمكنش تناقشها، حيت العلوم الانسانيه اصلا راكم عارفين ما تخضعش للعلوم. ذات الانسانيه تتبقى ديما بعيده عن العلوم، راه ما يمكنش، حيت الشخص في الشخصيه ديالو، في العلاقات ديالو، في العوامل النفسيه ديالو، في علاقاته مع الاشخاص، علاقاته مع المجتمع، علاقاته مع البيئه اللي تتكون الشخصيه ديالو، دون داكشي راه ما يمكنش. هو راه تيصبح نتيجه، تيعيش واحد الوسط، هذاك الوسط تيأثر عليه وتيتأثر به وتيأثر حتى هو فيه، في إطار علم الاجتماع وفي إطار علم النفس. الشخصية راه كل شخصية عندها بصمة ديالها، ولكن الاعتقاد راه تتبقى حرية، كل لو يعتقد اللي بغى.
باش غنتناقشوا نتايا تتامن بواحد الحاجه وانا تنامن بواحد الحاجه وما عمرنا كنت خويا عثمان اللي كنتايا واش الاسلام فيه حريه المعتقد؟ اسمح لي هوديني راه ما شفتكش في الاول راه انت اللي شفتك باش نطلعك تاعي ماشي مشكل ماشي مشكل وتكلمتوا بزاف وما خليتوناش نهضروا وانت تهضر خلينا دابا انا سولتك لا الاسلام فيه حريه المعتقد ولا ما فيه نجاوبك مشى بلاتي يا محمد بلاتي الطريقه باش واخا واخا محمد محمد فيرنير فيرنير المايك مايك المايك مايك مايك محمد ملي قالت لك السيده انه الروح هي كتامن بها فما كاينلاش انك تقول لها اعتذري اوكي انا ما كنقولوش اعتذري انا ماشي هنا باش نفهموا الناس ياك حتى هذاك اللي كيطلع ما كيكونش فاهم واحد الحاجه ما كنبقاوش عليه نسولو اسئله اللي كنحرجو او نقول له اعتذر انا ماشي باش نطلعوا الناس ونقول لهم اسد المايك هات من عرفك ما كنطلعوش الناس هنا باش نسولهم اسئله هما ما عندهمش جواب عليها اسد المايك هات من عرفك راس كنت كنمسدود ما كنطلعوش الناس نسولهم اسئله نحرجوهم ونقول لهم اعتذروا محمد هذيك ماشي طريقه ديال النقاش لانه كاين ناس كيتحرجوا ما عندهمش جواب ممكن يجيب لك جواب ممكن يكون ما عارفش فما كاينلاش اننا نقول لهم اعتذروا هذا اعتذروا خليناها في داك الخشلة اللي خرجنا منه فما كاينلاش اننا نرجعوا لها المشكل ما عنديش في الاعتذار بس قلت لها اعتذر يا محمد ما عنديش المشكل في الاعتذار قدر ما عندي المشكل انها تتوصل واحد الفكره غلطه للناس اللي غادي ماشي مشكل حنا عارفين انه غادي اسمع لي محمد الله يحفظك الله يحفظك الله يحفظك الله يعطيك الخير تجي وتكلم لك كل حريه انا ماشي ضد الحريه تكلم فاش ما بغيتي ولكن داكشي اللي تتكلم فيه لما يطالب واحد الشخص بدليل خصك تقدم له الدليل الا ما عندكش دليل خصك تقول غلط الا كنتي فعلا انسان لان العلم ما تيتطورش بحال هكا بالعاطفه ماشي اسمح لي انا ماشي تنفهم انا ماشي تنفهم حتى واحد انا داخل معاكم تنتسمع وصافي وغادي نمشي خدام نحمد في الوقت تنتصن فيكم وما تنفهم ولكن الا تكلمت تعطيني دليل على هضرتك باش بعض الناس تتوعى وتيفهموا ثقافة البحث وتيفهموا ثقافة وأهمية الدليل في الحياة شناهية وبالأخص في الأمور العلمية راه ما يمكنش تجي تقول لي فهمتك يا محمد لكن ديك القضية ديال وراني فهمتك يا محمد فهمتك دابا النقاش داز صراحة النقاش داز وما نحتاجوش أننا نبداو أنا اللي كنت تسمعنا تسمح لي أنا في إساءة ولا شي حاجة وباش نكونوا كاملين أنا ما طلبتها دليل صافي وصلنا المهم علينا الأخت راه مشات بوحدها وغادي نبقاوش هنا كنحاولوا نشوفوا الناس اللي طالعين باغيين يهضروا نشوفهم شنو باغيين يقولوا انا سولت عثمان قبيله واش الاسلام تيسمح بحريه المعتقد لان قال لك اللي بغى يامن بشي حاجه يامن بها ما سمعت الصراحه واش الجواب من عنده هاني غتسمعني غتسمع الجواب في الاسلام كل ما كانش حريه المعتقد بغاش نلقاو بزاف ديال الفروق الاسلاميه وبزاف ديال الاتجاهات في الاسلام بزاف عيش سنه انواع والشيعة انواع المعتزله بزاف ديال الفروق كون كانت ما كانتش الحريه حيت الدين تتبقى انت ونفسك واش دابا كاين شي واحد اللي تيحاسب شي واحد ديالو بغى يصلي في دارو شي وما بغاش يتوضا واحد لا بغى يصلي عير بآية وحده ولا غير بنص ولا بغى يوقف يصلي بصباط وتيصلي الحريه اللي كاينه في الاسلام ما كايناش عثمان كتصلي انت بلا وضوء عثمان كتصلي انت بلا وضوء بيان سير في بعض الحالات الى كانت صلاة غير مقبولة لا تنتيمم نو كنهضروا على الوضوء لا تندول لك انا على الحريات اللي عطي الاسلام هو
راه شرع شي كنائس اللي زويتي عليها راه وحده باغا تقتل الاخرى تنحيها. السنه باغي ينحيو الشيعه والشيعه باغي ينحيو السنه والفرق كل فرقه باغا تنحي الاخرى. بديو كتقول عير لا لا عير الخاطئين تعيشوهما مع بعضياتهم شي وقت ما كاينش هادشي. كانوا متعايشين مع بعضياتهم هادوك شيعة وهادوك سنة تاريخيا ما عمرهم كانوا متعايشين. والدليل كاينين في العراق كاينين في العراق دابا مالهم الدليل كيفاش مالهم راهم كيتقاتلوا بيناتهم راه ما يضلش يتقاتلوا ما يضلش الاهليه ما تيتقاتلوش هما هما في اوروبا تيتلاقاو الشيعة هادوك عندهم مساجد ديالهم الاخرين عندهم مساجد ديالهم كلهم تيصلي وحده. اوروبا حيت حكمها العلمانيه وكاين قانون في اوروبا وكاين سلطه مدنيه وكنراقب مزيان المساله ديال التدين. انا كنهضر لك على ان لو لقاو الفرصه الشيعه غينحيو السنه والعكس كذلك. ايه هذه ماشي حريه المعتقد الاسلام اسمح لي ما فيه. شوف شوف تتهضر تتكلم نتايا على الناس المتطرفين اما الناس المعتدلين راه ما كاينش هذا الشيء. ضروري حيت اللي تيشد الخيط من الوسط. عثمان عافاك الا ممكن عافاك بغيت نطلبك لانه راه كنتصدع منك بزاف ممكن الا تحول لشي بلاصه اخرى باش نقدروا نسمعوه حيت عندك موتور وما عرفتش داك الشيء كيتسمع الصداع بزاف عافاك. واحد السايق الموتور وكيهضر واحد المساله السي عثمان اللي كنتي سمعتي هو لما يمكن الاخ ما عرفتش شكون اللي طرح السؤال ديال الحريه المعتقد في الاسلام ما عرفتش شكون اللي طرح. انا اللي طرحت انت. طيب هو تكلمتي على حريه المعتقد في الاسلام هو مشى تيتكلم على الفرق الاسلاميه كمعتزله وكشيعه وكسنه وك لا قال لك واش كاين حريه المعتقد كاين حريه المعتقد في الاسلام لا ما كايناش. انا عملي جاء قتل المرتد يقتل صديقي وماشي ماشي انا اللي كنقولها وماشي انت كيقولوها كيقولها الاسلام بحديث صحيح ما فيهش ماشي فيهش الخلل نهائي. كاين بزاف ديال الاحاديث موضوعه وما تعرفوهاش الناس الا دققتي في داك الشيء ورجعتي للحقيقه تلقى احاديث موضوعه. حديث صحيح الرسول صلى الله عليه وسلم الناس تيتبولوا في المسجد وما دار لهم والو صاحبي ودوا معهم قال لهم كبوا على الماء ودوزوا الله يهديك. هذيك هذوك راه تدوي على اللي تنطرف الدين وما تيفهمش الدين الحقيقي. الدين دين على لا عرفتي الا جيتي للاهداف ديال الدين اولا حفظ النفس. عثمان عافاك كنطلبك الا ممكن تبدل البلاصه اخويا ممكن تمشي لشي بلاصه عافاك تكون وي راه جالس حدا شي سيكليس اصاحبي هذا الصداع اخويا راه كنمشي وي عندك الحق اهوديني وي عندك الصداع. عثمان ما نقدروش اخويا نتناقشوا بحال هكا لانك انت كتهضر ما كنسمعوش كاع الصوت ديالك كنبقاو مركزين غير مع داك الموتور عافاك كاينه عائلة لا وي ايلا راكي معانا قولي شي حاجه تفضلي. كنت بغيت نسول السي عثمان نقول ليه زعما الا كانت حريه ديال الحريه ديال المعتقد في الاسلام علاش منين واحد مسلم كيرتد على الدين ديالو كيحلوه؟ عمرك شتي شي واحد قتلوه؟ حضرتي شي واحد قتلوه؟ بالعادي الراجل كان الدول الاسلاميه دابا حاليا الدول الاسلاميه عمر شي واحد قتلوه مرتد دابا حاليا خدامات مقتول قتلوه شد وي واش شد وي على شي فتره قديمه هادشي راه ما بقى هادشي. سي عثمان في ايران حاله شاد هذيك الشاد ولا يقاتلوا عليه. سي عثمان كتقرا وقيلا اخر الاخبار كتبع السوشيال ميديا نو على مالي انا يا ما تنقراش تندوي معاك من الفراغ انت مزقويله وانت تدخلي وتخرجي في الهضره راه تقولي شي حوايج راه بحال اكسترا تيريستر انت راه بحال ما عايشاش في الارض.
السي عثمان كنهضروا بشويش وباحتراف انه راه تنهضر معاك انا عاب شويه حيت قبيله هضرتي بزاف وقلتي بزاف ديال التفاهات ولكن عثمان مازال ما تيبتش هكذا ماشي هذه الاخت اللي خرجت قبيله هضرت شي واحده اخرى استسمح سمعها راه الانسان خاصو يسمح الا خطا خاصو يسمح حيت قبيله راه الاخ عنده الحق سي محمد حيت الانسان يقول واحد المعلومه خاطئه وما يعتذرش ويجيب معلومات صديقي عثمان حنا قلنا لك بان الاسلام فيه قتل المرتد وبحديث صحيح انت كتقول لنا بان انسان خصو يدقق في هذوك الاحاديث وانا عندي 56 سنه ما عمرني شفت شي واحد قتلو كاين اللي تيصلي كاين اللي ما تيصليش كاين اللي راه ما تيصليو كاع وما تيديروا لهم حتى حاجه عمرني شفت شي واحد وقف عليك قال لك صلي ولا نقتلك لا ما غاديش ماشي بديك الطريقه ولكن ما دابا الملحدين على الجهه تيعلنوا تيقول لك البخاري خطا كله تيضرب البخاري تيضرب صحيح مسلم وتيقول لك اودي القران فيه اخطاء قبيله دخلت واحد اللايف تيقول لك القران فيه اخطاء تيرجعوا لنا السوده مات مقتول بسبب الاسلام فرج فوده المصري تنعرفوا المفكر المصري اللي تقتل بسبب الافكار ديالو كاين ملحدين راه الا لقى شي واحد ضده ولا شي واحد متشدد راه يقتلو ولكن ماشي الملحد ولكن واش حكمت عليه الدوله تدوي لي على النظام واش النظام كاين شي نظام اسلامي تيقتل المرتد عثمان الشريعه الاسلاميه تقتل المرتد وليس فقط المرتد من كفر احد الفرائض ديال الصلاه يقتل يستتاب ثلاث ثم يقتل حد الرده والى جهنم وبئس المصير وباحاديث وبايات علاش تنكر هذا الشيء علاش ما بغيتيش تقول راه هذا الشيء كاين ولا ما عارفش يقول ما عارفش ونفيدوك بغيتي نجبدوك احاديث نجبدوهم دابا نجبدوك ايات وتقتال وتقول لنا هذا الشيء نجبدين ما تنكر لا وتتكلم بدون دليل اسمح لي واش تشوف الارث بدلوه الارث بدلوه شكون اللي قتل شي واحد عثمان افكار دو انت تدوي لي على فرد عاد تدوي لي على فرد ولا على جماعه ولا على نظام انا دوي لي على الدوله نعم عثمان كندوي على النص احنا ما كنهضروش على القانون اللي جات به الدوله والقانون الناس شكون يطبقوه طب كاين شي واحد كاين صحفي دابا واخا بالله اسمح لي يا محمد عافاك كاين شي حاجه كتحرم هذا النص هذا اللي كيقول من بدل دينه فاقتلوه كاين شي حاجه كتنفيه من غير القانون اللي جا به البشر كاينه شي حاجه كتنفيه في التشريع الالهي واش هذا النص مطبق وما كيهمنيش واش مطبق ولا لا غادي يطبق غادي نوض واحد غدا يطبقه غادي يقول لك شرع الله شكون اللي غيمنعو القانون لكن كاين شي نص اخر كيمنعو داخل المنظومه الاسلاميه شوف الاسلام دابا بغيتي ترجع الى بغيت اصلا تعطيني واحد السؤال فيرمي نقول لك وينو بغيتي نقول لك وينو ياك وي نجاوبك بوي ولا نو جاوبني بوي ولا نو ما يمكنش تعطيني سؤال فيرمي وتحكم عليا بالاعدام انت ما تعطينيش الحريه ما حكمتش عليك بالاعدام لا انت هذاك انت طبقتي عليا هذاك النص ديال المرتد يموت انت هي دي وينو دابا بلاتي عثمان هذا النص اللي كيقول من بدل دينه فاقتلوه واش كتقول فيه انت كاين ولا ما كاين تنقول لك الاسلام تيخدم الكل في زمان ومكان وكل وضعيه والاسلام تيتطور الاسلام تيتطور وهاد الحالات اللي تنعيشوهم دابا ما بقاش هاد الشيء اللي تدوي عليه انت كان في واحد الفتره كان في واحد الفتره الاسلام تيتبنى والاسلام في كل زمان كان تيتبنى هذيك الساعه وكان تيتبنى الاسلام وكنا محتاجين كنا ما محتاجينش للناس المرتدين دابا الى عندنا دولة اسلامية عمر سي عثمان قال لي من كان يعبد الله من كان يعبد محمدا فمحمد قد مات واش من عطى الاخوان فرصة ما تحكرش على المايك
الاخوان المداخله ديالك مشكل. هذا هو المشكل ملي ما تتعجبش بنادم الهضره ديال بنادم سد المايك ديالك انا تنعطيك الراي ديالي خليهم يكملوا المداخله ديالك. شوف على الطريقه باش تهضر. سد المايك ديالك كلمه. سد المايك ديالك. واش كلي مسير؟ واش انت اللي مسير؟ انت اللي مسير من غد حيت ما احترمتي حتى شي واحد اصاحبي. دابا هي واحد الحاجه احترمتي حتى شي واحد اصاحبي من الاحترام. عطي الاخوان فرصه بالكلام تتصنوا ديالك وقولها غير بشويه. ما تعنفنيش راك تتعنفني. خويا عثمان واخا تكون عاجبنا الهضره تنقولوا لواحد ما يحتكرش. واخا تكون عاجبنا الهضره يعني لا انا ما حديت نناقش فيكم. الى غنكمل انا عاد جيت انا عاد جيت. شوفي ملي كمل لي. شوف خليني نكمل الجمله ديالي. قول لي صافي اخويا. انا عاد جيت خليني هيك من جمله مفيده كون ساليت. انا كون ما قطعتينيش الطريقه اللي ما عجبك الهضره اخويا. الله دخلت انا اش من طريقه ما زلت ما سمعتيني انايا. لا تندوي غير على الاخ واهس واسمع جوج كلمات وغادي تخليك دير واحد النيه صريحه وغتفهم. دابا واخا تكون عجبانه الهضره اللي كيهضر وكيبدا يهضر جوج دقائق تيقول اسمحوا لي طولت عليكم, ولا تيقول ليها صاحبي صافي خلي الاخر يهضر. حتى واخا كما كيقول لك واخا تكون كيسمعك كي الموسيقى مع حنا باقيين داخلين في الحوار هذاك. ودابا وهسه انا حيت باقي داخلين في الحوار. فهمتك الاستاذ اش تقولي لي. مشكله ما تهضرش وانا كنهضر خليني تنكمل. دابا انا وي راه هضرتو نتوما وانا كنهضر. هضرتو انا عاد جي خليني نكمل. دابا سد الميكرو تاعك كمل الجمله تاعي. عاجيتي وديتي اكثر من الحق ديال. انا راه كنت هنا قبل ما نكمل. شي واحد دابا هضرات معاك الاخت الطريقه ديالنا ما علامه النوع هذا بشكل يا نصدم فوقك يا احترمني نقول اللي بغاه قبيله هو كيتجنب الاخوان. بغيت نعطيك البينيفيس دودوت باش هي نقول ليه راه واخا تكون عاجبك كما كيقولوا موسيقى على ودني انت عسل على قلبي وغنقول لك بركه ولا تقول لي انت بركه ماشي. وهو قال لك انت عاد جليتي وما فهمش انا كنت هنا قبيله عاد رجعت. المهم احتكار ما كنبغيو لا من الزوينه من الخايب. ما كاين لا احتكار لا والو. حنا تندوي وعطيتونا الكلمه دوينا معاكم. قول لي صافي راه فهمتي بركه صافي هانيه. حنا قول لي اسكت نسكت صافي ماشي مشكل. غير الاخ الطريقه ماشي سكت صافي عثمان ماشي سكتناك. قلتي ليها انت اكسترا تيغستر جاي ليا انايا هذا مالك انت مع العيالات. اه بيان سير حيت ما تيحشموش. قلتي عجبك اللي يعطيك كلمه وليتي انت ما كتعطيش كلمه للناس حقير. قال ليها استسمح ولا بغيت هو اللي ما تيحشموش. سمحوا لي عافاكم جو صحيح بلاتي عافاك نضرو. شنو سميتو هو عثمان خويا سير تضرب وعاود رجع لانك ما كتحترمش الناس وطالع كتهجم على عباد الله وما باغيش تتسد المايك ديالك. في الاخر ملي قالت لك النساء قلتي ليها ما كيحشموش. كيفاش ما كيحشموش؟ اشنو داروا لك؟ ما دابا لحد الان مازال ما هضرت معك حتى شي مره. هضرت معك جين وهضرت معك ايلا وقلتي ما كيحشموش. ما قالوا لك حتى شي حاجه دلعيب. لا راه شوف راه ميساجينيست هذاك داك الكاريه النساء فهمتي. دابا انا مشيت تعشيت جيت لقيتو غير رجعت الايربود في ودني سمعتو تقول لها انت كتهضري كي شي اكستراتاس. قالت لي انا عاد هضرت. هو يقول لها واستسمح وما رضاش حيت قال استسمح. يقول لك الانسان الا غلط كيستسمح مازال بغى يمدح راسو واخا يلاه اعتذر. نصف اعتذار بغى يمدح راسو والانسان كيعتذر. ودابا ملي كلمه حط على العيالات قال لك ما تيحشموش الوغ هو اعتذر ليها. دابا هو ياك ما حط على العيالات قال لك ما تيحشموش الوغ هو اعتذر ليها. دابا ودابا ملي كلمه حط على العيالات قال لك ما تيحشموش الوغ هو اعتذر ليها. دابا هو ياك يقول شي غير اعتذار ديال الاكون. ودابا ملي كلمه